عسلامة نسكل، مرحبا بكم في الجلسة الحوارية هذه اليوم بمناسبة الانتخابات البلدية في بلدية بوربة. فرحانين برشا بالحضور متاعكم نسكل. قدم نفسي، اسمي معز ظاهري، مدرب مناظرات وتقنية التواصل، وإن شاء الله باش نأثوا الحكاية هذه، معناها الجلسة الحوارية هذه فيها شبه مناظرة، حوار نقاش بين مجموعة من المترشحين للانتخابات البلدية هذه في منطقة بوربة. أول حاجة نحب نحكي على الإطار متاع البادرة هذه، اللي هو مشروع اليقظة المواطنية من أجل حوكمة محلية أفضل، بتعاون بين الجمعية المحلية أجداد مع المؤسسة بإشراف مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل، وبالتعاون مع المركز الوطني للديمقراطية. أهداف المشروع هذا بكل بساطة هي دعم دور الشباب والتواصل مع صناع القرار على المستوى المحلي، تفعيل دور المحاسبة والمتابعة للعمل البلدي، وثالثا التنمية من خلال حملات مناصرة على المستوى المحلي. باش نعمل مقدمة صغيرة وبعد نفسر بها النموذج اللي باش يصير به المناظرة هذه أو النقاش هذا، ومن بعد ننطلق إن شاء الله. أول حاجة وأخيرا جت الانتخابات هذه، استنيناها برشا بطت شوية، لكن الحمد لله المهم في الأخر اللي هي صارت واللي باش تصير على انتخابات بلدية واللي هي مهمة ياسر. ثلاثة حاجات نحب نحكيها على انتخابات البلدية هذه، اللي هي صحيح تتويج لكن في نفس الوقت باش تكون نقطة بداية لمرحلة الحكم المحلي اللي هي باش تكون مهمة ياسر في تاريخ بلادنا إن شاء الله. الحاجة الأولى اللي هي خصوصية الحكم المحلي، الحاجة الثانية أهمية المشاركة في الحكم المحلي، والحاجة الثالثة اللي هي أهمية دور التواصل في المسألة هذه. الحاجة الأولى، الحكم المحلي عنده خصوصية بالنسبة للحكم بصفة عامة في الدولة. علاش؟ زوز أسباب مهمة ياسر. الأولانية الخاصية متاع القرب من المواطن في الحكم المحلي، فما حاجات بسيطة صحيح لكن هي تهم المواطن بدرجة أولى في الهموم اليومية متاع المواطن، صلاح الكياس، نحب السبيتار، السكة، اكسترا، الواد إلى آخره، اللي حاجات تمس الإنسان بصفة يومية كل يوم وتنقل إلى آخره. بينما ممكن الأشياء اللي هي على المستوى الكبير معناها متاع الدولة بصفة عامة تكون أبعد شوي، وهذه مسألة مهمة ياسر، تخلي الناس ممكن مدفوعة أكثر لأنها هي تشارك وأنها تكون موجودة هذه في الانتخابات هذه. الحاجة الثانية اللي هي تدرب السياسيين والمجتمع المدني وكيف كيف زاد المواطنين على مسألة الحكم في حد ذاتها هي، والمتابعة والقيام بالدور المواطني الديمقراطي في واجباتهم نحو المجتمع نتاعهم، وهذه مهمة ياسر. نبدو يعني بجزء صغير بلدية وبعدها هي نتطور وبنشوف الأمور بصفة أشمل من بعض، وهذه مسألة مهمة ياسر، خاصة إن مازلنا في مرحلة انتقال اللي هي مازلنا نتدربوا فيها على المفاهيم هذه متاع الديمقراطية ومتاع المشاركة ومتاع المتابعة ومتاع الحوار، وما زلنا نخطو خطوات بشوية بشوية لكن بقدرة الله خطوات ثابتة. مسألة ثانية هي أهمية المشاركة. صحيح انتخابات البلدية وفرحانين وبش يكون عرس إلى آخره، لكن في نفس الوقت ما زلناش ننسوا اللي فما ما بعدها. فما بعدها هي ناس بتشد بلايسها، المسألة هذه ما هيش تشريف بقدر ما هي مسؤولية، مسؤولية كبيرة برشا يلزم يتحملوها، ويلزم كيف كيف زادة الناس تعاول تتبع، وكيف كيف الناس اللي نشطت خلال الحملات الانتخابية سواء انتخبوا أم لا يلزم يتبعوا هذه الحكاية هذه، لأن الهدف في الأخر حاجة واحدة اللي هي مصلحة البلدية ككل ومصلحة المواطنين في البلدية هذه، وهذه مسألة مهمة ياسر ياسر. حتى كان نختلفوا على الآراء كيفاش باش نعمل الحكاية هذه، كيفاش باش نوصل المصلحة هذه، لكن يلزم تبقى ديما هي الهدف والرؤية. حاجة ثالثة هي أهمية التواصل، ومنها جاء المشروع هذايا ومنها جت المبادرة هذه، اللي هي في الاخر اهم حاجه نحبوا نشوفوا المواطنين يشوفوا المترشحين نتاعهم، يتعرفوا على افكارهم، يتعرفوا على برامجهم، باش ينجموا يفهموا علاش قادمين وعلاش ينتخبوا، باش ينتخبوا بصفه واعيه ومسؤوله. مهم ياسر المساله هذه. نحبوا زاد المواطنين من بعد كيف كيف يكونوا موجودين ويكونوا متواصلين ويوصلوا الهموم نتاعهم للي انتخبوهم، على خاطر المسألة هذه أسهل بيسر الوصول ليهم والكلام معهم بالنسبة مثلا الكلام مع نائب أو وزير أو إلى آخره. هذه مسألة مهمة ياسر ياسر، يلزم المتابعة، يلزم المواطن يكون موجود زادة في المرحلة اللي بعد الانتخابات واللي بعد الإعلان عن النتائج.
هذه ثلاثة حاجات اللي هي على خطرها مهم ياسر أن نهتموا بالمسألة هذه. توا باش نفسر كيفاش باش تصير المناظرة، اخترنا أربعة محاور. أربعة محاور اللي هي حضرها الشباب نتاع جمعية أجداد. الأربعة محاور هذه شافوا اللي هي ذات أولوية. المحور الأول هو الحوكمة الرشيدة والتشاركية، الثاني هو البنية التحتية، الثالث البيئة وجمالية المدينة، والرابع هو الموارد البلدية. في كل محور من المحاور هذه باش يكون فما تقديم من أحد الشباب اللي هم إطارات في الجمعيات هذه، واللي هم حضروا خدمة على مدى شهور على المسألة هذه، باش يحاولوا يقدموا المحور هذا لمدة 3 دقائق، وبعد باش نقوموا بقرعة، وكل واحد من المترشحين الخمسة اللي بجنبنا اللي باش نقدمهم بعد قليل يعني باش يتكلم لمدة 2 دقيقة باش يحاول يجاوب على المسائل المضمنة في تدخل المشاركين. 2 دقيقة 2 دقيقة 2 دقيقة 10 دقائق، يعني تقريبا هذه كيفاش باش تصير في كل محور، مر من محور الآخر في الأربع محاور. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية باش تكون فتح الفرصة للجمهور، باش ناخذ أسئلة من الجمهور عبر أصدقائنا في الكواليس، باش نحاول نشوفوا بعض الأسئلة من الجمهور، نطرحوا الأسئلة هذه، وبعد كل واحد من المترشحين باش ياخذ 2.5 دقيقة باش يجاوب، يحاول يجاوب على الأسئلة اللي هو يشوف كونه يحب يجاوب عليها. المرحلة الأخيرة باش تكون الاختتام، باش نحاول نمروا الكلمة لكل واحد من المترشحين لمدة 3 دقائق باش يحاول يختم ويحاول يوصل الفكرة اللي هي باش يقدمها في الآخر. هذه كيفاش باش تصير النموذج نتاع الحوار هذا. خليني توا نقدم المترشحين اللي حاضرين معنا، اللي رحب بهم برشا. عن حركة الشعب عن سيد أسامة عويدات، مرحبا بك سي أسامة. عن حركة النهضة عن سي كثير البيطري، مرحبا. عن الاتحاد المدني سي فتحي فرجاني، مرحبا. عن الجبهة الشعبية سي وليد لندلسي، وعن قائمة تبر بالمستقبل سي هشام البيطري، مرحبا بك. بالترتيب نتاع القائمات باش نعطي الكلمة لكل واحد يعرف بنفسه في بعض كلمات باش يرحب بالجمهور. سي أسامة عويدات. بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة عويدات، أنا عضو مكتب سياسي حركة الشعب، ناشط في المجتمع المدني. أنا بالنسبة لي فرحان برش بالدعوة اللي تقدمت لنا باش نحضروا في المناظرة هذه، اللي نعتبروها هي نقطة أولى للتواصل بيننا وبين المواطنين في بادرة أولى، اللي نعتبروها خطوة جدية لبناء ثقة جديدة بينا وبين المواطنين، خاصة ونحن داخلين على حكم محلي. الحكم المحلي باش نفعلوا فيه بند كامل من الدستور يتبنى فيه على الشفافية وتتبنى فيه على الثقة والتواصل الجدي بيننا وبين المواطنين. شكرا. يعطيك الصحة سي اسامه. توا عن حركه النهضه سي كثير البيطري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اهالي منطقه تبربه وتونس الكل تعيش في عرس انتخابي، مرحله تاريخيه ومرحله مفصليه باش ناسوا لبناء الديمقراطيه المحليه التشاركيه، خاصه بعدما تم المصادقه على مجله الجماعات المحليه. كل التبربية مدعوون يوم 6 مايو بإذن الله للمشاركة في الانتخابات لتجسيد صفة المواطنة، باش المواطن يكون شريك فاعل في بناء القرار متاعه. هذه فرصة ما نفلتوهاش، وأنا عندي كل الثقة في كل أهالي ومتسكنين تبربة باش ينجحوا هالعرس الانتخابي وباش يتحملوا مسؤوليتهم، لأن البلدية مسؤولية كل التبربية. شكرا. يعطيك الصحة سي كثير. توا نمر سي فتحي الفرجاني، تفضل. فتحي الفرجاني، رئيس قائمة الاتحاد المدني. نشكركم على الدعوة، ونتمنى كون تصير انتخابات نزيهة وشفافة، ونتمنى التوفيق للجميع، وشكرا. يعطيك الصحة سي فتحي. توا عن الجبهة الشعبية سي وليد لندلسي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد لندلسي، رئيس قائمة الجبهة الشعبية. كيف ما عرفتوا، وليد لندلسي شارك في نيابة خصوصية أول الثورة، ضرب على البلاد هذه، ضرب على حقوق المواطنين في البلاد هذه. شاركنا في برشا جلسات تنموية، قمت باللي معناتها
نحمله من كل حنين للأرض هذه ولبناء الأرض هذه. كلنا أهل واحد، أهل أهالي. وحاجة واحدة نحب نركز عليها، جات في مقولة لسيدنا علي وأنا نقرأ. سيدنا علي كرم الله وجهه: لا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعله. إذا كنت ذا علم ولم تكو عاقلا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. هذه أنا تعرضت لها وأنا جاي، الحق أثرت فيها ياسر. إن شاء الله نكونوا صادقين لا كاذبين، ونكونوا فاعلين ولا أصحاب أقوال. وهذا كما نجم نقول أكثر من هذا. يعطيك الصحة سي وليد، شكرا. وأخيرا ونساء أخيرا سي هشام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام بيتري، 52 سنة، فلاح، بول ثلاثة صغار. اللي نجم نقوله اللي كنت ناشط في المجال المدني والرياضي والسياسي قبل، اللي جابني توا بعد المدة ذي جابني ورجعني نعمل قائمة، هو أنه حسيت اللي لازم تبربة ترجع لبلاصتها، وأنه ماش رانا وصلنا مدينتنا وصلت إلى بلاصة خايبة برشا برشا، وضع يحزن. هذاك علاش قمت أنا وبعض الأصدقاء بقائمة مستقلة باش نكونوا نحاولوا نرجعوا تبربة مستقبل. حاجة الأخيرة نقولها، لأني اليوم فرحان ومعتز أنه أولادي، نحس روحي اللي نجحت نوعا ما، خاطر نحن رافي أولادي هم اللي قائمين بالندوة هذه، الأولادي اللي تربوا. كنت رئيس أنا جمعية نادي كرة بتبربة. شكرا. يعطيك الصحة سي هشام. وعلى فكرة تبربة كانت هي باش تكون أول مرحلة، أول في المبادرة هذه، في الجلسة هذه اللي إن شاء الله قدرت لها تكون ناجحة. وحب نشكر بصفة خاصة الشباب متاع جمعية أجداد اللي هم خدموا خدمة قوية برشا، واللي هي على مدى أشهر في البحث، وحاولوا يلوجوا على هموم البلاد هذه، وحاولوا يوصفوا شنية الحاجات اللي هي انتظارات الناس اللي تتفرج فينا تو. في المحور الأول باش نبدأ تو، في المحور الأول اللي هو الحوكمة الرشيدة والتشاركية، ومعنا باش يحكينا على المحور هذايا سي محمد صالح الغربي. عندك ثلاثة دقائق سي محمد صالح، تفضل. مرحبا بكم الناس الكل، القائمات اللي حاضرة معنا، نرحبوا بالهيئة المستقلة للانتخابات ومنظمة عتيد. بريفمون في صعبتيت انت بيهتك صح. المشكلة في التشاركية، ونحكيوا على حق نفاذ المعلومة، ونحكيوا على قانون وسن قانون. المشكلة متاعنا في بلدية بربة اللي حتى القانون 75 كان يتيحلنا برشا آليات، وكان يتيحلنا برشا حلول باش نكونوا مشاركين. كان عندنا الحق اللي يتم تعليق بعد 8 أيام المحاضر جلسات، كان عنده الحق المواطن اللي يتعلق على الجلسات، لكن ما كانش هذا يصير. جاء قانون بعد الثورة اللي نفتخروا به الناس كل، اللي هو حق نفاذ المعلومة، وبالرغم سن القانون هذا، لكن بلدية بربة مازالت مكبشة وما تحبش نفذ القانون ضد بلدية بربة اللي هي تعطي الأوراق وتعطي المعلومات اللي عندها. مازالت بلدية بربة مغطية على المعلومات متاحة. بالنسبة للحق نفذ المعلومة، مش نكمل في حق نفذ المعلومة، خاطر هو أساسي للتشاركية وأساسي للحكم الرشيد. هذا اللي يخلق سوء نية، وهذا اللي يخلق سوء تفاهم، وهذا اللي يخلق زادة الفكرة الخائبة. ماذا شنو باش تعملوا كمترشحين غدوة مع بلدية تبربة لتطبيق مبدأ التشاركية مع المواطنين ومع الأهالي، وباش تنفذوا حق نفذ المعلومة على الأقل؟ على الأقل الحق هذا اللي باش تتفرضوا انتم بطريقة أخرى أنكم تكونوا في الحكمة الرشيدة. بالنسبة لموضوع آخر اللي نحن طلعنا على محاضر جلسات عادية ومحاضر جلسات تمهيدية وتقارير متاع محاكمة المحاسبات، ولقينا عدة شبهات متاع فساد إداري وعدة شبهات فساد مالي في بلدية تبربة. هل سيتم بحث في الفساد اللي صار قبل؟ وإلا باش تفسخوا تبدأ من الجديد؟ وهل أنتم مع اتفاقية شراكة مع هيئة شوقي طبيب، هيئة مكافحة الفساد، أو لا؟ وشنو الحلول والآليات اللي تقترحوها في المجال هذا؟
وشكرا. يعطيك الصحة محمد صالح. محمد صالح سأل تقريبا على زوز محاور اللي هما الأول هو نفاذ للمعلومة، والمحور الثاني هو مسألة الفساد، كيفاش باش نعملوا بالنسبة للفساد السابق، وكيفاش باش نعملوا بالنسبة باش نحاولوا نبتعدوا على الفساد في المستقبل ونفعلوا الحوكمة الرشيدة. باهي توا باش نعملوا قرعة، واللي الترتيب اللي باش تحصلوا عليه باش يبدو المترشحين باش يقدموا إجاباتهم حسب الترتيب هذايا. رقم 4. رقم 2. رقم 3. رقم 6. خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحوكمة الرشيدة والتشاركية، نحن كقائمة الاتحاد المدني باش نكونوا بقدرة الله فاعلين في الموضوع هذايا، وذلك بإحداث لجنة مختصة قانونية تهتم بالملفات العارقة وحول النفاذ للمعلومة، وذلك بإحداث المعلوماتية ولجنة قانونية ومراجعة كل الملفات، وذلك حتى نقطع مع الماضي. يجب محاسبة كل ما سولت له نفسه أن تخل بالما هو موجود أو مساس من حق المواطن في تبوربا أو التلاعب بملفات وتزويرها، وذلك بجعل المواطن له الحق في إبداء رأيه له الحق في إبداء رأيه وتشريك المواطن في جميع المخططات البلدية من خلال تنظيم ملتقيات دورية يتم فيها ممثلين على الأحياء، مع إمكانية إيجاد حلول جذرية للتصرف في الملفات وموارد البلدية، وذلك حتى يكون المواطن فعال وذو جدوى في كل ما هو موجود، وذلك لنطور من فاعلية البلدية وجعل كل ما هو مرجع للبلدية يهم كل مواطن في تبوربا وله الحق في كونه يكون ذا رأي وذا شأن في هذه المنطقة التي عانت كثيرا منذ عقود، إذا ما نقولوش من تاريخ الاستقلال ليوم الساعة، كونه وقع فيها كثير من التجاوزات، وهناك ملفات يجب مراجعتها والتدقيق فيها بمع لجنة قانونية. شكرا لك سي توفيق. سي فتحي تفضل. سي أسامة عندك دقيقتين. أنا بالنسبة لي لحظة بركة كرونو.
تفضل. أنا بالنسبة لي كنت متابع اللي صار في تبربة في الفترة اللي سابقة الكل عن طريق النشاط اللي قاموا به جمعية شباب التحدي في علاقة بالنفاذ للمعلومة. نحن إذا كان دخلنا للمجلس البلدي وإن شاء الله إذا كان نكون رئيس بلدية باش نخدموا على ثلاث محاور كبرى وأساسية. الأولانية أنه جميع محاضر الجلسات التي ستكون في اجتماعات المجالس العادية أو الدورية ستنشر للعموم فاش وكيفاش؟ باش تنشر للعموم عن طريق سيت ويب الموجود تويك عند البلدية، لكن احنا باش نمشيو في تطويره. التقارير المالية سيتم نشرها، سنذهب في تدقيق في علاقة بالملفات اللي مازلت ما تراتش في علاقة بالبلدية في المرحلة السابقة الكل. الحاجة الأخرى اللي نحبوا نخدموا عليها وإحنا في البلدية هي نقطة الوصول للمعلومة والنفاذ للمعلومة ونشر، وأكثر من هذا أنه نمشيو في اتفاقية مع هيئة نفاذ المعلومة، لأنه اليوم إذا كان نحن نكون معزولين على ما هو دستوري ومعزولين على ما هو قانوني فما نجموش نبنيه مع بعضنا الناس كل حوكمة رشيدة، وتكون التصرف في الموارد البشرية وتكون التصرف في الموارد المالية بعيدة على اللي نحبه نوصلوله في المعايير اللي ترسمت على الأقل في مرحلة سابقة في علاقة بالبلاد. يعطيك الصحة، شكرا سي أسامة، شكرا 30 ثانية. طبعا مروا سي كثير، تفضل عندك دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية هي ثقافة وهي ممارسة وهي دربة، لابد أن ندرب مثال على هذه الثقافة الجديدة، وين باش يكون المواطن شريك فاعل ومراقب فاعل، وأفضل مقاومة للفساد هو التعامل مع المجتمع المدني، المجتمع المدني اللي يكون عنده مراقبة دقيقة لكل مجالس البلدية في من أول ما تبدأ العملية التشاركية في اتخاذ القرارات في الشفافية المالية. ونحن مؤتمنين على هذه الأمانة، ولابد أن نعطيه ثقة. أول ثقة لابد يكون المسؤول هو القائد، هو النموذج. أنا أول حاجة باش نعطيها باش نرجع ثقة المواطن هو أنه منذ البداية ومن أول مرحلة أولى لابد أنه نعلمه على ثقة المواطن فينا بالتصريح بالممتلكات. نحن اللي نكونوا قدوة للناس هذوما، ولابد على المجتمع المدني هو يمارس الرقابة. بالنسبة للنفاذ للمعلومة هي من مكتسبات الثورة، لابد أن ندعموها ولابد أن نمشيه في طريق مكافحة الفساد، لكن دراسة الملفات وننظروا لابد منها، لكن ننظروا للأمام، ننظروا للمستقبل، ننظروا بأمل، فهمتي؟ ندرسوا الملفات باش ناخذوا العبرة باش ما نعاودوش نفس الأخطاء. ولكن الديمقراطية التشاركية هي أكبر ضمانة، الشفافية المالية والائتمان على الممتلكات العامة. وشكرا. يعطيك الصحة سي كثير. توا نمروا لسي هشام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أنا بالحكم الرشيدة، المكافحة الفساد والشفافية. مكافحة الفساد سي محمد صالح، هذيك حاجة من حاجات الركيزة الأساسية في إن شاء الله في المجلس البلدي القادم. نحاسبه كما قلت أنت، نحب نحاسبه اللي صار سابق. أنت قلت كجمعية صحيح فما فساد كبير، ولكن فما تنساش حاجة سي محمد صالح، أنه فما منظومة هي كنترول دي ديبونس تاع الدولة ووزارة الداخلية اللي صحيح إذا فما فساد ما هذا ما فيه ما في حتى اي شك انه لازم نقاوموه ونحاسبوا اللي عمل الشارك في الفساد هذا، هذا ما شكوش فيه. الشفافيه اللي روه احنا كقائمه مستقله انه في ميثاق الشفافيه انه كل محاضر انه جمعيات لازم تكون موجوده في كل المجالس والمكاتب البلديه، في المحاضر الجلسات ولجان تبتيت لازم تكون زاد نشوفوا كيفية أنه جمعية ولا اثنين يكونوا موجودين في هذه اللجان، في لجان التبتيت، باش يبدأ كل شيء موجود قدام الناس، مع كما قال أخ أسامة أنه إيجاد سيرفيس ويب
إدارة كاملة موجودة في البلدية باش تتكفل بأنه المحاضر، جلسات، التقارير المالية، البيجي، كل يبدأ محيا يوميا إنما أسبوعيا إنما يكون يوميا. واللي يجب يصير هو أنه العمل مع الجمعيات، هذا شيء ولا بديهي. الجمعيات ولا عندها دور كبير ياسر في الحياة البلدية، في المواطنة. لازمهم يكونوا اليد في اليد مع المجلس الجديد، المجلس المستقبل، وإن شاء الله نكونوا فيها على حسن الظن. ومن نجم نقول لكم بارك الله فيكم. شكرا. يعطيك الصحة سي هشام. توا نمر سي وليد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المحور اللي باش نطرقوا له توا هو المحور الحوكمة الرشيدة والتشاركية. بالنسبة أنا نسبق التشاركية على الحوكمة من بعد ونرجع لها لأن مربوطة ببعضها. التشاركية هي مبدأنا، التشاركية هي مبدأ وسلوك في العمل. احنا في الجبل الشعبية نعتبر التشاركية هي سلوك مع أبناء شعبنا انطلاقا من استشارتهم في الأولويات الملقاة على العاتق في النقائص والمآرق التي تعيشها وتعانيها الجهة. احنا في الجبهة الشعبية عندنا برنامج تشاركي باستدعاء ومبادرة أبناء الشعب. أبناء الشعب يبادر واحنا ويقترح، واحنا نضع هذه المبادرات والاقتراحات في إطارها. بالنسبة للحوكمة الرشيدة، احنا توا في ماركة إدارية، ماركة تنظيمية، ماركة في توزيع المهام. بالنسبة للحوكمة الرشيدة الأمر هذا لم يعد موكلا للاعتباطية والارتجالية، أصبح هو الآن بالوعي التنظيمي وأحكام التصرف، تشريك الناس ذوي الخبرة. ما نحطوا الإنسان المناسب في المكان المناسب. باش نرجع للفساد اللي حكى عليه سي محمد صالح. الفساد هذا انا كنت تعرضت له وقت اللي كنت في النيابه الخصوصيه وخذيت القرار وحبيت نوصل الناس هذه الفاسده لبلايصها، ولكن ما عملوا معهم حد شيء. علاش ما عملوا مع حد شيء؟ لانه وقت انا تهددت في شخصي وفي اولادي وفي برش حوايج، وعندي ملف موجود توا في البلديه وقت اللي ندخل توا نعاود نجبده، وانا ما نخاف من حد. شكرا. سي وليد، هذا كان بالنسبة للمحور الأول متاع التشاركية والحوكمة المحلية. حبيت نشوف اللي كان فما حاجة مشتركة اللي هي الالتزام بالشفافية والالتزام بحق نفاذ المعلومة ومكافحة الفساد. حاب نذكر الناس اللي تبع فينا توا اللي تنجموا تسألوا سؤالاتكم في كل مرة، ما تنسوش باش تقيدوا السؤالات متاعكم. توا نمر للمحور الثاني، والمحور الثاني هو عن البنية التحتية. وبش حكينا عن البنية التحتية في طبربة أخونا عبد السلام بن حاج علي. تفضل سي عبد السلام. شكرا، مرحبا بكم. نبدأ الموضوع على مشاكل البنية التحتية ونبدأها بقنوات تصريف المياه الأمطار. للأسف في طبربة تم ربطها بقنوات الصرف الصحي، كما تعرفوا كل مرة تصب الأمطار طبربة حرفيا تقف فيضانات، كيسة مسكرة، حركة المرور تتعطل إذا ما قلوش تتجمد، حتى أنه بعض الديار يدخلها الماء، وهذا اللي رناه في كل عام. ثانيا خصوص المشكلة الثانية، كيف كل منطقة بلدية ومدينة حضرية من وسائل حفظ سلامة وحق المواطن في استعمال طريق وتنقل كمترجل هو إيجاد الأرصفة، أرصفة معبدة تليق بالصفة العملية والجمالية للمدينة، لكن هذا للأسف ما عناش. في أغلب الأحيان ما فهمش ترطوار، وحتى كيف تلقاه يا أما تراب يا أما حفر يا أما حجر يا أما محتكر. هذا اللي خلى الناس مع الكراهة في الكياسات. ثالثا نعرفوا أن المقابر ملك بلدي خاص، وهكم تراب في حالتها الواحد احتراما للرمزية وقداسة المكان هذه الأماكن هذه، أقل شيء نجم يقولوا أن الناس العزاز علينا واللي فرقونا وتوفاوا أحفادنا في خربة، ولا تنظيف لا سيانة ولا حتى مسؤول. وأخيرا نحكي على الإضاءة اللي نحن في 2018 وفي طبربة ناس تسري على الفجاري
اللي ماشي يخدم واللي ماشي يقرا نساء رجال كبار وصغار وكياسات واغلبها ظلمه هنا تكثر البركاجات والجريمه شرايط الضوء في كل بلاصه لكن الضوء ما عندوش بلاصه سؤالنا لكم هل عندكم برنامج قريب الامد في خصوص المشاكل هذه وشنو هو طرق التنفيذ يعطيك الصحه اسلام يعطيك الصحه سي عبد السلام على التقديم هذا حول محور البنيه التحتيه في طبوربه وتوا باش يكون فما القرعه نتاع المترشحين شكون باش يتكلم حسب الترتيب رقم ثلاثة رقم ثلاثة باش يكون الاول سي كثير رقم أربعة بعد رقم أربعة اللي هو رقم خمسة بعد رقم خمسة رقم اثنين اثنين وست رقم ست شكرا يعطيك الصحة نبدأ مع سي كثير باش يحكي لنا كيفاش الرؤية متاعهم حول مشاكل البنية التحتية في طبربة تفضل مشاكل البنية التحتية الناس كل تعرفها في طبربة ولكن النيابة الخصوصية قامت مثال بتعبيد الطرقات وهو معناها مشكل ربما معناها ملعونة منه في المستقبل لكن نحن فما العديد من الكياسات لابد أن نهتم بهم ومش في وسط البلاد بركة وإنما لابد تعميم الطرقات هذه وفك العزلة خاصة على المناطق الريفية متاعنا فينا قفايا وفينا اللانصارين والدخيلة وشويقي وقمريان لابد أن نهتموا ببقية سواء في التنوير العمومي سواء في الكياسات لكن بالنسبة في وسط المدينة عندنا مشكل خاصة في مياه الأمطار وفي تصريف المياه الصحي أول حاجة لابد أن نقفوا في البلدية على الرسوم والخرائط اللي تمثل التسريح معناها أو قنوات الاتصال في بالمياه هذه نتحصلوا عليهم ونحاولوا أن نتواصلوا في إطار السياسة الصلاحيات المنقولة والصلاحيات المشتركة مع الوزارات المعنية بالأمر لابد من إيجاد حل فصل مياه الأمطار عن مياه الصحي ولابد أن تجهير هذه الأشياء في الوقت متاحة باش نتفاديه معناها الأمطار هذه بالنسبة للأرصفة لابد أن نعتني بمنظر مداخل المدينة وبالمحاولات نتاع المدينة ونحن نقترح باش نزيلوا هالاختناق اللي موجود المروري في طبربة لابد أن نجد تروا باركينج معناها مآوي للسيارات في مناطق مختلفة باش نحدوا مثال من هالاختناق المروري هذايا ونحاولوا نوجدوا الأرصفة اللي تليق معناها بتبربة ونرصفوهم ونعتنيوا بهم وربما نشاركوا لهنا المجتمع المدني في إيجاد الحلول كذلك شكرا سي كثير يعطيك الصحة تو نمروا الرقم أربعة تفضل سي فتحي شكرا بالنسبة لقيمتنا كاتحاد المدني ترى الوضع في طبربة من ناحية البيئة هو مترعى نوعا ما ونحب بالمناسبة ذي نحب نتوجه الشكر زوز وخيان موجودين هو سي أسامة عويدات وسي محمد صالح الغربي اللي اجتهدوا معايا من مدة وكانوا قاموا بمجهود جبار بجابوا عدة حاجات لطبربة وخلوا معناها اللي توا قاعد يسير في طبربة من تعبيد طرقات ومن ترصيف ومن هذا يقومنا به مدة عامين التالي وإحنا نجاهد ونكافحوا باش وصلنا جبنا شوية حتى لطبربة لهنا قبل ما نوصلوا اليوم للي يشاركوا في الانتخابات اللي كنا احنا ما كناش عندنا حتى فكرة عليها وكنا نخدموا كل واحد من جهته ما كناش نعرفوا بعضنا كناش حتى تواصلوا بعضنا هم في بلاصه يعني وانا في بلاصه ولكن اجتهدنا والحمد لله ان جبنا حاجه واليوم البارح دشنت حاجه في طبربة اللي احنا خدمنا عليها احنا ثلاثه من الناس هذوما تعبنا عليها برشا برشا وانا من الناس اللي ما كنتش ظاهر في الصوره بالكل ولكن الحمد لله اشتغلت لاني اشتغل في المجتمع المدني وانا كعسكري سابقا وولد ميدان ونحب البلاد هذه وحبيت وجيت لهنا حبيت ان معناها نعمل حاجه اللي تنور البلاد هذه بيت بربة محتاجه لبرشا جهد وبرشا تعب وبرشا مجهود باش تتغير شويه وباش نقدموا حاجه لانه تستاهل كل خير
بنرجع للموضوع اللي بالفائدة بالنسبة لي أنا كشخص نتمنى كونه معتمدين كل التربط بالشبكة الطرقات وكل تطور فيها للشبكة متاع تصريف المياه اللي هي قنوات قديمة ومعناها وتتطلب مراجعة وتطلب معناها حاجة جديدة ومتطورة ونحن نحاول بمجهود اللي يكون باش توفر لنا باش نعملوا حاجة تسر العباد هذوما. بالنسبة للأرصفة نحاولوا قدرة الله باش نعملوا تبليط ونعملوا في أجدار الزينة وشكرا وبارك الله فيك. يعطيك الصحة سي فتحي. تو نمر سي وليد تفضل. أنا ديما باش نعود نرجع للفترة اللي عديتها في النيابة الخصوصية لأني طرقت لبرشا ملفات. هذه نرجع لمكافحة الفساد اللي هو مربوط توا بالبنية التحتية. احنا توا نعملوا في كياسات في تبربة وقت اللي تصريف مياه الأمطار منعدم. وتكلمت أنا في برشا مرات ثم قنوات لتصريف مياه الأمطار مسكرة في شارع الحبيب بورقيبة، قناة كبيرة تلم مياه الأمطار. راو القنوات الموجودة متاع تصريف فيما يخص لوناس ماهيش مربوطة بمياه الأمطار. وتكلمت في برشا مجلات وقلت يا ناس راهو يلزم قنوات لتصريف مياه الامطار وموجوده موجوده لين الكبير في الشارع الحبيب بورقيبه وما حب حتى واحد يخدمه. انا ان هذه زاد نصنفها من الفساد ويلزم اليوم نرجع. اذا اليوم الدوله تخسر فلوس على تعبيد طرقات ومعناتها بعد نرجع نقلعوا ونصلحوا الامور هذه زاد لازمها تدخل زاد في مكافحه الفساد. بالنسبة للأرصفة صحيح الأرصفة تولت مشعولة للنصب. أنا نحترم الناس اللي تنصب أما ذكر مش هذيك بلاس هذيك بلاس للبيتون. حاجة أخرى العينية بالمقابر بالله فيما يخص المقابر كانت قبل ما تتبعش البلديات كانت تتبع المعتمدية. اليوم كي دخلت الهيكلة الجديدة هذه متاع الجماعات المحلية احنا في الجبهة الشعبية سنخص لها برنامج خاص مخصين لها برنامج خاص. الوقت ما يكفينيش انا نغزل الكرونومت. الإنارة العمومية الإنارة العمومية راي بالنسبة لبلدية تبربة توا مش مكتفي معناتها حدها السنتر فيل والأحياء. الإنارة العمومية في الشويقي في التخيلة في الملاحة في قفاية في قمريان في كذا عملوا لهم بوتوات وعملوا الضوء لكن ما يشعلوش. اليوم باش نفعلوها البوتوات هذاك ونحاولوا نستعملوا الإنارة بالطاقة البديلة كأشعة الشمس أو غيرها. والسلام عليكم. يعطيك الصحة سي وليد. سي أسامة تفضل. هو في علاقة بالبنية التحتية نحن شنو نحبه؟ نحبه بلاد نظيفة. في علاقة بالبنية التحتية فما نقاط كثيرة مش بدهاش عبد السلام في المداخلة متاعه. نحب نبدأ بحاجة مهمة أنه وقت تلقى الناس موجودة في لنصارين وموجودة في الملاحة وما عندهاش الماء يخدموا عن طريق الجمعيات المائية دورنا زادة أنه ننزلهم الماء ويكونوا عن طريق الصونات. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية وقت ندوروا نحن على الناس من حي الحي ومن عمادة لعمادة لقينا الناس في قمريان في الشتاء الوليد الصغير يحط سقيه في الفساشي باش ينجم يمشي ما غير ما يتمسخ. هذا ما زاد الناس يلزمنا نتلهاو بهم في علاقة بالبنية التحتية. في علاقة بالبنية التحتية وقت نحبوا نحكيوا على الأرصف علاش اليوم اولادنا في المكتب نبداو خايفين عليهم. نحن ذاك علاش في برنامجنا نحبوا نعملوا لي بارير دو فيل باش نحميو اولادنا وقت يجيو يقصوا الكياس نبداو محميين ونبداو نحن متهنين عليهم. وقت اللي نحكيو على تصريف مياه الامطار والربط بقنوات الصرف الصحي هذه مشكله كبيره. اما تلقاهم مربوطين في قنوات الصرف الصحي والا تلقاهم مربوطين في مياه تصريف الامطار كما في حي الشابي. هذاك علاش نحن التوجه نتاعنا باش يكون انه نحبوا تكون عندنا رؤيه واضحه على الخريطه واللي نو اللي فيهم الربط مسدود. نحن نعرفوا اللي ثم في تبربه برشا دي بوين نوار ولا دي زون نوار افري دير. دونك نحن شنو نحبوا نعمل نحبوا البلايص هذيك يولي فيهم دي بوي باش عمليه التصريف وقت يجي الضخ الرزين يهبط لكن الماء يتعدى وما يعطلش في البلاد. الحاجه الاخرى وقت نقاو الاناره في البلاد مش مداخل تبربه برك. نحن نحبوا مداخل تبربه ضاويه. نحن نحبوا تبربتنا الضاويه تبربتنا اللي نحبوها تكون مربوطه بالعمادات نتاعها وتكون عماداتها زاد ضاويه كيما الدخيله ولنصارين والملاحه وقفايه والشويقي. نحبوا البلاد الكل تكون ضاويه البلاد الكل تكون منيره. هذاك علاش مازال لي 10 ثواني نحب نقول فيهم حاجه واحده. البلاد راهي باش تكون ضاويه والبلاد باش تكون ارصفتها منظمه والارصفه اللي باش تكون منظمه باش تخدموا على الارصفه المكسره اليوم في تبربه الارصفه اللي اليوم منطقه البيتون في الوقت. شكرا لك سي اسامه. توا سي هشام تفضل. شكرا.
في نفاق البنية التحتية للمنطقة البلدية بوربة اللي تمتد من قفاية حتى الشويقي والذنيبة، احنا اللي نراه هو إعادة شبكة التنوير العمومية وكذلك تدعيم تعبيد الأرصفة وإعادة شبكة تصريف المياه وربط المناطق الغير مجهزة بالقنوات. ثاني حاجة تنسوش حاجة اللي روت بربة مقبل كفما برشا أحياء بنيت في مجاري المياه الأودية في كامل المناطق، كي تشوف المنطقة برشا أحياء نعرفها كلها اللي بنيت كحي سويح مبنية في مجرى متاع ماء. احنا باش نعملوا كل شيء من فيما وسعنا للقيام بالإصلاحات وإعادة التعبيد وتنوير الشبكة تصريف المياه. فيما يخص المقابر، أنا هذه راه أنه البلدية لازم فما تكون شراكة مع الجمعيات والمواطنين، ماهوش عمل بلدي واحد. المقبرة هي مقبرة الناس كلها، صحيح كانت عند المعتمدية ولكن توا لا تنجم على البلدية. هذه لازم نحاولوا نجموا نكونوا شي جمعية اللي تنجم تتلها بالمقابر نتاع تبربة. فوالا هذاك هو الموجود، شكرا. يعطيك الصحة سي هشام. بطبيعة كما أشار أحد المداخلين اللي بطبيعة المحاور الأربعة راهي عندها علاقة ببعضها. بطبيعة باش تحل مشاكل في البنية التحتية يلزم كيف تحارب الفساد في نفس الوقت، يلزم توفر الموارد ويلزمك تحرص على البيئة كل حاجات متعلقة ببعضها. نحاولوا نحكوا على المحاور لكن في نفس الوقت نفهموا اللي كل شيء راهو مربوط ببعض. هذاك علاش حبينا ندور على المحاور باش نشوفوا رؤية شاملة اللي هي تحكي على كل محور بصفة خاصة شوي. باهي توا هذا كان المحور الثاني. تكلمنا على الحوكمة الرشيدة والتشاركية وعلى البنية التحتية. توا نمر للمحور الثالث اللي هو عنده علاقة زي كيف بالمحاور اللي هو البيئة وجمالية المدينة. باش يحكي لنا او يقدم لنا الموضوع هذايا سي مروان داري الدراوي، سامحني. تفضل سي مروان، عندك 3 دقائق. شكرا، مرحبا بكم. تبربة بلد المتناقضات على اكثر من مستوى. يكفي ان نشير ان تبربة من حيث موقعها الجغرافي ومحيطها الطبيعي وخصوصياتها التاريخيه محمولة على أن تكون من المدن التي تحتل موقعاً متقدماً بين نظيراتها من حيث البيئة وجمالية المدينة. إلا أن الواقع المعيش، الواقع المرئي، الواقع المسموع والواقع الملموس، الواقع المحسوس يؤكد لنا بكل شدة بأن الأمر على خلاف ذلك تماماً. فمدينة تبربة تكاد تضحي على الصعيد الوطني رمزاً للتشوه البيئي ولبشاعة المحيط. فتبربة أصبحت علامة بارزة ولبشاعة المحيط. فتبربة المترشحين على القوائم اللي في أرتيكل في جريدة لابريس تم وصف مدينة أخرى إلسو تيبوغبيز على أساس تبربة ولات هي رمز للتلوث. دونك المدن الاخرى إلسو تيبوغبيز دونك ولات كيما تبربة في النقطه هذه. فضلا على القائمات اليوميه التي قمامات الفضائيات اليوميه التي بدا متساكنوها يتعايشون معها باعتبارها باتت واقعا مألوفة لديهم، هذا بصرف النظر على التضخم المرضي وغير المسبوق لعدد الاكشاك الذي اكتسح قلب المدينه في السنوات الاخيره والذي شوه شوارعها فانعدمت معه المقاومات الدنيا لجمالية المعهودة والمطلوبة، علاوة على المعضلة الأم التي نسفت ما تبقى من جمالية موروثة لمدينة تبربة والمتمثلة في الانتصاب الفوضوي والذي عمى مفاصيلها وجثم بالخصوص على صدرها من خلال اكتساحه لمتنفسها التاريخي والعمراني والتقليدي الوحيد المتمثل في ساحة الطيب المهيري ولبطحة السوق كما نعرفوها نسل الكل قلب مدينة النابض ومجمع مقاهيها وجوامعها ومجلس متساكنيها وروادها. في غياب لأي اخضرار فيما اصطلح على تسميته تعسفا في أمثلة التهيئة العمرانية بالمناطق الخضراء، يعني بطحة السوق متسمية كي نجيو نشوفوا
في مثل التهيئة العمرانية تسمى منطقة خضراء، دونك وين الاختراع هون؟ فما هي مقارباتكم لمعالجة هذه المعضلات وتغيير هذه الصورة القاتمة المضرة بسمعة بربة، خاصة في ظل محدودية إمكانية البلدية ماديا وبشريا، وأي دور حقيقي وناجع للشرطة البيئية في هذا المستوى؟ وهل يحق لمتساكني بربة في نظركم أن يحلموا في المستقبل ببيئة سليمة ومدينة جميلة يطيب فيها العيش، تحضن أجيالها المتعاقبة في إطار امتداد جغرافي مدروس؟ ونذكروا امتداد جغرافي مدروس لأن نستناو إجابة بالتحديد على النقطة هذه. تسود بصمة معمارية خاصة بالمدينة تعكس أصالتها وجذورها التاريخية الضاربة في القدم، ويعيشكم الرجاء إبراز خصائص كل برنامج لتسنى المواطن البسيط كونه يختار، كونه يرى الفرق بين الرؤية مش يعرف لشكون يصوت. وشكرا. يعطيك الصحة مروان. هذه كانت المقدمة، هذه كانت مقدمة حول موضوع البيئة وحماية وجمالية المدينة في مدينة بربة. وتوا باش نمر القرعة، تفضل. باش نتكلم الأول هو مش الرقم الأول هو رقم 3. 3 سيكو ثاي. ثم 5. رقم 5 سي وليد. ستة. 6 سي هشام. 4. ثم 4 سي فتحي. ثم 2 سي وسام. 2. شكرا. نمر مباشرة لسي كثير مع دقيقتين باش يجاوبنا، تفضل. في مجال البيئة وجمالية المدينة قدامي أمامي معناها فما التلوث البصري والمعماري، أنا مش حب نبدأ به هذايا لأنها تبربة عندها التاريخ، عندها خصوصيات ثقافية مرت بها عدة حضارات، الحضارة البونيقية، الحضارة الرومانية، والحضارة الأندلسية، عندها طابع معماري خاص اللي يميزها على بقية معناها البلدان الأخرى. وناخذ مثال هنا تستور، مدينة تستور اللي قامت بشراكة مع جمعية أو بلدية في الأندلس وجاءوا وقاموا بصيانة هذه المدينة تستور، فلما لا نقوم بهذه الشراكة، خاصة وأن تبربة عندها تاريخ كبير مع الحضارة الأندلسية. وفي هذا الإطار لابد أن نتفاعل وأن نتعاون مع جمعية صيانة مدينة تبربة للمحافظة على الموروث الثقافي نتاعنا. في مجال المناطق الخضراء والتشجير، مناطق الخضارة والتشجير هي نحن عنا العديد من المناطق لكن هي مناطق غير مفعلة، لابد من تفعيلها، لابد من الاعتناء بها. وفي هذا المجال لابد من إعطاء فرصة للمبادرة الخاصة وللمبادرة الشباب لأنه يقوم بعملية التشجير في إطار تشجيع الشباب على بعث مشروع في المجال البستنة في تفعيل الشرطة البيئية. نحن مثلما دفع المواطن التونسي على إيجاد شرطة أو أمن جمهوري، كذلك نريد أن تكون الشرطة البيئية كذلك أمن جمهوري. لابد أن تقوم بعملية تحسيسية، لابد أن تقوم بعملية توعوية، ما هيش مش نمشي ونقاوم ونحن الناس ونعاقبوهم ونفكولهم ونمرسولهم على الضغط على أرزاقهم. لابد أن نجدوا حلول بدائل لرزق الناس هذوما ثم نطبقوا مثل القانون عندما تعتني بإيجاد رزق العباد هذوما على المجال. شكرا سيبوثي. أوفاء. يعطيك الصحة. توسي وليد، تفضل. أنا المحور هذا نحب يعني نقسمه على اثنين، البيئة وجمالية المدينة. البيئة حاجة وجمالية المدينة أنا باش نتحدث عليها من رؤيتي الخاصة ومن رؤية الجبهة الشعبية. جمالية المدينة احنا نراوها في أبناء تبربة، أبناء تبربة وقت اللي يبدأ مفقر مهمش جيبوا فارغ، منين جمالية؟ شنان بها جمالية؟ أنا نخدم على جمالية المدينة في أبناء تبربة وبنات تبربة وقت اللي يبدأ أموره لباس أموره منفنفة كما نقوله احنا بالعامية يزينا من الوهن.
وقتها تولي المدينه جميله. امانا زين المدينه وبقيت الشباب فهمني بكل بعات على العمل، النسبه نتاع بطاله معناتها مرتفعه اكثر من النسبه نتاع النسبه ال به. نقطه ونرجع للستر، نرجع للبيئه. البيئه عندنا مناطق خضراء، ما عندناش مناطق خضراء، نفتقر المناطق الخضراء، نبعث مناطق خضراء. بالنسبه للشرطه البيئيه عندنا نقص في الشرطه البيئيه، نقص في الاعوان، يلزمنا نكثروا من اعوان الشرطه البيئيه. بالنسبه للتلوث البصري المعماري عندنا بلان داميناجمون كما نقولوا احنا مثال التهيئة العمرانيه عنده 35 سنه ولا 32 سنه ما تبدلش، اللي من المفروض كل 10 سنين يتبدل اليوم ما بدلوش. عندنا بالنسبه للمشكل القناه المجرده، انا مش نتحدث على قناه المجرده باش نتحدث فيما يخص البيئه اللي هو ميانه، المنتزه العائلي في ميانه كيف شكل التصوير اللي راهو فيه، ونتحدث على المركز الترفيهي اللي هو المسبح اليوم ولا مركز اخر. واليوم احنا نتحدث على منين انا باش يكون عندي جماليه نتاع بلاد، جماليه نتاع ابناء التبربه، وقت اللي مركز ترفيهي ما فماش يولي مركز اخر. انا مع احترامي للناس الموجودين غاديك، اما مش معقول مركز ترفيهي ولي مركز هكاك ولا منتزه نتاع تبربه منتزه ميانه بالكيفيه هذيك. احنا في الجبل الشعبي عندنا برنامج فيما يخص المنتزه ميانه وفيما يخص زاد المركز الترفيهي المسبح. والسلام عليكم. يعطيك الصحه سي وليد. سي هشام تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احنا اول حاجه في القائمه نتاعنا احنا نبنوا بحاجه اللي فما اذا الناس كلها تعرف اللي الثقه منعدمه توا بين المواطن والبلديه، الناس كلها تعرف هكذا. واحنا نعملوا انه نمنوا اللي اذا باش ترجع الثقه هي نبداوها بالنظافه. النظافه عندها بلاصه كبيره في برنامجنا وفي مكانه في المدينه. في اللي راهو فيه في المناطق الخضراء والتشجير راهو انه مداخل المدينه والاحياء لازمها تتعاود تتشجر وتكوين وايجاد مناطق خضراء في كل هذه المناطق. مع نمنوها رغم انها كانت يقولوا قبل هي نتاع قواده انه احياء لجان الاحياء اللي تنجم تلعب دور كبير ياسر مع البلديه في تعسير وتحيي احياء الاحياء. في الشرطه البلديه والبيئه، الشرطه البيئيه تو هي موجوده واللي واحنا اللي نراه هو العمل على تعسيرها مع تكوين الاثارات والاعوان اللي يمثلوها. في قناه المجده هو انه لازمنا نتابع في علمكم اللي وزاره الفلاحه قاعده تصلح في القناه المجد اللي قاعد يقص تبربه كلها. احنا باش نحاولوا نتابعوا هالاصلاح هذه ومطالبه وزاره الفلاحه بحمايه هالمنطقه كلها، الكنال المتعدي كله بايجاد كلوتور اندور مثلا. في التلوث البصري والمعماري هذيك مصيبه ما نحكيوش عليها، خاصه شيء كبير شيء يحزن اللي راهو فيه. تو المثال المعماري نتاع تبربه البني كيفاش طالع انواع واشكال في الهندسه المعماريه كلها اللي راوه احنا انه التصور نحاولوا باش نلقاو تصور جديد لمعمل مثل معمل ان بلان داركتكتور جديد للبلاد مع احداث لجنه في صلب البلديه متكونه من مهندسين تبربيه باش يحاولوا نغيروا مدخل البلاد. شكرا. يعطيك الصحه سي هشام. تو نمروا سي فتحي تفضل. بالنسبه للمحور الثالث اللي يخص البيئه وجماليه المدينه، بالنسبه لنا احنا اول حاجه اللي هي صحه المواطن تمثل في نظافه المدينه وايجاد لجان الاحياء. هذه أول حاجة. ثانيا إحداث مساحات خضراء ومسالك صحية وإيجاد مناطق خضراء تم الأطفال اللي هم في تبربة اللي لاحظناه تقاش صغار فين يترفوا فين يلعبوا. بالنسبة لتفعيل الشرطة البيئية هو تفعيل سلوحيات الشرطة البيئية بمتابعة عملها وتقديم الدعم وإسناد لها بما لها من أهمية كبيرة لرفع على الوعي المواطن ودعمها بأعوان إضافية ومعدات. بالنسبة لمشكلة قناة الواد مجردة هو السهر معناها حسب المتوفر على تنظيفه دوريا لقناة الواد مجردة والعمل على حماية المنطقة من الفيضانات ومتابعتها، وذلك لأنه في المدة الحالية هناك أشغال سيرة في الواد وذلك
لتقدم به. بالنسبة للتلوث البصري والمعماري كما نعرف تبوربة لها تاريخ كبير في الشيء هذايا، أن عندها اسم قديم وقع عليها برشا تشوهات في البناء الفوضوي. شنا عملوا على الحد منه بالنسبة للبناء الفوضوي، وذلك بإيجاد حلول جذرية في هذا المجال، والحد من التشوه المظهري لجمال المدينة، مما يؤدي إلى فقدان الفن المعماري قيمته في تبوربة. وهذا هو نحن نكون نجم نقوم به فيما يخص المحور رقم 3. وشكرا. يعطيك الصحة سي فتحي. طول مرة سي أسامة تفضل. هو بالنسبة لنا نحن عندنا تصور كامل في علاقة بالنظافة، وهذاك علاش حتى في الريبرتوار نتاع الخدمة نتاعنا وفي البلانيفيكاسيون نتاع الخدمة نتاعنا حطيناها في جمل النقاط اللي في المئة اليوم الأولى باش نخدموا عليها اللي هي النظافة. لكن باش نحكيوا على النظافة دون أن نحكيوا على مصب النفايات الموجود في بير الزيتون ما نجموش. اليوم عندنا مصب تاع نفايات، معناها هو سنتر دو كوليكت موجود في بير الزيتون، معنا نحن قدرة ربي هذايا باش يقف، لأنه بير الزيتون ماهوش مصب تاع نفايات، ما ينجمش يكون مصب تاع نفايات بجنب الديار وبجنب معهد. مصب النفايات ينجم يتعمل في الكرة بعيد بكيلومتر ونص على الأحياء السكانية. هذاك علاش وقت اللي نتحبوا نحكيوا على النظافة، النظافة مش فقط في رفع النفايات من 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 المواقع اللي تتلوح فيها، بل أيضا رفع بقايا البناءات الموجودة على حافة الطريق في كل بلاصة في تبرب، وهذا بيدو يزين لنا المدينة. تزيين المدينة والبقايا البنايات هذيا نحطوه في الجبل. ليش؟ لأنه تبربة ميانة، ميانة اللي كلاها اشترها الكاريير. اليوم ثم كراس شروط، ثم كراس شروط مع الناس اللي تاخذوا في المقاطع هذيا، واللي ما نعرفوش اسكو الناس هذه قاعدة تستغل في كراس شروط نتاعها في علاقة بالمدة الزمنية، وحتى وقت يكملوا المدة الزمنية نتاعهم فإنهم يعيدوا المكان كما هو عليه، ينعاودوا يردموا المقاطع نتاع الكارير. وهذه راهو تبربة مش فقط المدينة الأندلسية، تبربة راهي متكاملة، تبربة راهي ميانة، تبربة راه وقت نحكيوا على المناطق الخضراء عندنا منتزه. المنتزه هذا نحن في حركة الشعب تصورنا أنه يلزم نمشيو في مقاربة أنه يكون ثم أبيل دوفر، إذا ما صارش أبيل دوفر نتعهدوا نحن بالمنتزه ميانة، ويمشيوا الناس تستثمر بواحد في القهوة، واحد في الريستوران، لسباس متاع التنس. اليوم يلزمنا نخلو الناس متاع الكشافة يمشيوا يخيموا في جبل ميانة، علاش يمشيوا البلايس أخرى؟ هذا أما مازال عندنا برشا كلام في الموضوع هذا. يعطيك الصحة سي أسامة، ويعطيكم الصحة الناس كل. كان هذا المحور الثالث اللي تكلموا فيه المترشحين على موضوع جمالية المدينة والبيئة في تبربة. إن شاء الله يكون البسط واضح متاع برامج المترشحين في ما يخص المحور هذا والنقطة هذه. وتوا نمروا للمحور الأخير الرابع، واللي هو مهم ياسر، خاطر تحب تعمل إصلاحات، تحب تنظف الأمور، تحب توفر شرطة بيئية، تحب تصلح البنية التحتية، تحب تفعل حاجات في الحوكمة الرشيدة، تراقب إلى آخره، فما هذه مسائل يلزمها موارد. المحور الرابع نتاعنا باش يكون هو الموارد البلدية، وباش يفسرنا الحكاية هذه ويعطينا بسط عليها معنا خونا أيمن بن صالح، أمين بن صالح، أسف. تفضل سامين. يعطيك الصحة، الناس كل فرحان جدا على هاللمة الكبيرة كل، وكما قال البروغرام اللي حكيتوه الكل تحفون برشا. لكن الموارد المالية، نحب نقول للجماعة المشاركين اللي فما تقرير الرقابة المالية اللي صدر من طرف المحكمة المحاسبات، ونحبكم تطلوا عليه بكدا بكدا، فيه برشا حاجات برشا حاجات اللي فاهم. بادية تبربة حققت نسبة 58% من الاستقلالية المالية، اللي هو أقل برشا بالموين اللي عنا اللي هو 70%. تشكو البلدية تبربة من محدودية التحكم في ديونها، يعني عنا قروض بنسبة 161%، وهو نورمالمون الحد الأقصى 15%. اثنين، كما أشار فصل 133 من مجلة الجامعات المحلية، الحمد لله ولات مفعلة، اللي موارد البلدية تتأتى من أداءات وضرائب ومحصول غير جبائي وإكسترا إكسترا. لكن في سنة 2016 حسب التقرير الآتي، شدوا عندكم،
نسبة المداخيل الموظفة على العقارات والأنشطة في تبربة 47%، مداخيل الرخص 29%، مداخيل أشغال سلك العمومي 24%، مداخيل متأتية على العقارات المبنية 14%، والمداخيل المتأتية من الغير أراضي 4%. يعني هذه الكل يعني تشوفوا فيه احنا تحت لينورم، مانيش دون لينورم، تحت لينورم. عندنا منظومة إعلامية في البلدية اسمها جيباية، سيستم انفورماتيك، لكن هالسيستم انفورماتيك ماهوش فعال، نسميه احنا باللغة بيزي، مضروب. وبالأرقام نقول لكم اللي الديون متاع تبربة متاع المواطنين مفير بلدية تتجاوز 2 مليارات، وهذه كل حققته محكمة المحاسبات. أملاك البلدية، باش نعمل طرح صغير قبل ما نسأل السؤال متاعي العام. أملاك البلدية والعقارات التابعة لها تعد موردا أساسيا لمدخول البلدية، لكن كما نقول لكم لم يقع احتساب المعلوم على القيمة التجارية كما قال الفصل 33 من مجلة الجيباية. يعني بالعربية عندنا كما نقولوا محل تجاري يسوى توا 1,000,000 لكن يتكرى ب 10,000 فرنك. كذلك تم التفويت في بعض العقارات بطرق غير صحيحة، باش ما نقولش كلمة أخرى محمد صالح، وأخرى تم الاستيلاء عليها، ووجود كما قلنا مرة أخرى نظم مضروبة في المعلوماتية حتى ضر شوية البلدية ما خليهاش تضرب أو ترفع قضايا باش تفك هالحكاية هذه. السؤالات نتاعي عندي 2 سؤالات، سؤال خاص وسؤال عام. السؤال الخاص، ما هي الآليات والإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا المشكل، خصوصا أن التعامل سيكون مع المواطنين والتجار مباشرة؟ إيش نقصد؟ نقصد عملية جرد وإحصاء العقارات، مراجعة عقود التسويق، وفي الأخر حث المواطنين على دفع مستحقاتهم البلدية. السؤال العام والشامل، خلافا لهذه الحلول اللي نسمى حلول سهلة، موارد بلدية دونك نمشي ضراب كذا كذا، ما هي مشاريعكم الأخرى لتنمية موارد البلدية؟ نحب نقول لكم اللي النسبة لازمها تفوت أكثر من 200% باش نرجعوا فما إيكيليبراج في بلدية بربة، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة أمين. سؤالات مهمة برشا، محرجة شوية زادة. يعطيك الصحة. توا باش نمروا كيف كيف الترتيب على القرعة، شكون باش يجاوب على السؤالات هذه؟ في الأول رقم 3. 3 سيكو ثاير مرة أخرى باش تكلم في الأول. رقم 6 ثم رقم 6 سي هشام. مخلطين بكدا سيكو ثاير والله. رقم 5 ثم رقم 5 سي وليد. رقم 4 ثم رقم 4 سي فتحي، ثم سي أسامة رقم 2. ختيم. شكرا. باش نبدا مع سي كثير، تفضل عندك دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 مرات تخرج رقم 3 هي الأولى، وإن شاء الله نهار 6 مايو رقم 3 هو هي الأولى زادة بإذن الله. مصادفة. لكن الموارد المالية هي أهم عنصر معناه أساسي باش نجمو نخدمو به. كتلة الأجور اللي موجودة معناه في البلدية تبربة فوق 77%. لابد من الضغط على كتلة الأجور، فهمتي؟ لابد من إيجاد مداخيل إضافية. فاش تمثل المداخيل الإضافية؟ كما حكى الأخ على أساس الآليات والإجراءات، لابد من إعادة النظر معنا في العقود التسويق هذية، ولكن مع محافظة حقوق الناس اللي ترتبت عليها الحقوق المكتسبة اللي معناها صارت، ولكن هي عقود إدارية تمتلك البلدية معناها السلطة في إعادة تحيين هذه المعاليم. كذلك لابد معناها استخلاص الديون مثال تاع الناس، كيف؟ بطريقة تشاركية.
ننظر في المستقبل أنه يخلص المواطن فلوسه مثال في المستقبل، ونقوم بعملية جدولة للمتخلدات في إطار المشاريع التنموية للبلدية. تحدثنا مثال على المنطقة الصناعية اللي قادرة أنها تضخ مثال أموال جديدة للبلدية. كذلك هناك أراضي لأحياء مجردة لابد من إجراء معناها تسجيلها والإسراع في تسجيلها باش ندخلوها في الموارد المالية للبلدية ونوظفوها ونقوم بتشجيع على الاستثمار. كذلك في الميدان الفلاحي لابد أن نستثمر في الميدان الفلاحي، وأصبحت في الصلاحيات الجديدة للبلدية أنها تقوم بشركات في إطار العمل التشاركي مع في تحديد الأولويات، أن نقوم بشركات اللي هي قادرة مربحة وتدخل لنا أموال إضافية للبلدية، والوقت قصير برشا. يعطيك الصحة سي كثير، شكرا. تفضل سي هشام. شكرا. فيما يخص الموارد اللي هو كما قال الأخ معز هو موضوع كبير برشا، احنا اللي نراوه كقائمة مستقلة هو انه بون دينا في النقطة الأولانية في البرنامج تاعنا هو العفو الجبائي البلدي، واحنا خذا عمل برشا بوز قال لك كيفاش هذه مش من مشمولاتكم، صحيح، ولكن احنا نراوه انه نحكيه على الأداء البلدي اللي هو بما يسمى الزبل والخروبة، اللي حسب معلوماتي اللي خذيتها من البلدية انه قرابة 500 ألف دينار هي الأداء البلدي اللي مش خالص والديون المتخلدة عند المواطنين. هذا يراه أنه في إثارة إعادة الثقة بين المواطن والبلدية، واللي سعي واللي 500 مليون ولا زمردوات هذوم اللي محطوطين على كرايم البلدية، راهو كي تعمل بوجي نتاعك لازم نعرفوا اللي هذوما في الوزارة الداخلية اللي كنا تابعين ديما نحكي على قبل أنه وزارة الداخلية ديما حاطين علينا 500 و800 مليون ديما يقولوا راهو هاو عندكم فلوس هاو عندكم فلوس، ولكن إذا نعملوا عملية حسابية صغيرة وبرشا يعرفوه اللي عملنا محامين كبلدية عملت قالت عملت محامين واحد ما رجعنا حتى شيء. احنا في نقطة باش نحاولوا نعملوا خطوة للمواطن باش هو يرجع الثقة ويقول لك البلدية باش غدا نجم نطلبوا، حاولنا باش نحاولوا انه نحيوا لهم الأداء البلدي القديم مع الانضباط وشرط انه في ثلاثة شهور هذوما جايين انه يخلص 2018 كامل. هذه النقطة اللي عملت شوية تقلقات في البرنامج نتاعنا. في إعادة مراجعة العقود التسويق هذه حاجة مؤكدة وأكيدة أنه هذه لازم تكون اللجنة الموجودة لجنة الشؤون العقارية واللجنة الاقتصادية في البلدية أنه بمساعدة وزارة أملاك الدولة هو تجريد العقود العقارات والعقود ووجود تجديد عقود جديدة للكراء بأسهم جديدة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي هشام. أسفين على الضغط كبير صار عليكم. سي وليد عندك دقيقتين فقط. دقيقتين. أنا باش نفوت النقطتين الأولى متاع في المحور الموارد ونرجع للاستراتيجية العامة في توفير مداخل البلدي. احنا نراو في الجبهه الشعبيه بعث المشاريع كما سوق جمله، وقبل ضربنا عليه ياسر في النيابه الخصوصيه، سوق جمله، بعث سوق للدواب، بعث مسلخ جهوي، وهذم موجودين راهو ملفات راهو وضعناها احنا منذ 2013 وباش نضربوا عليها وندافعوا ونناضلوا من اجل تحقيقها، اما يبقى بشرط واحد كون نوفروا المكان. نرجعوا للمشكل العقاري، تبربة تعاني من المشكل العقاري، تبربة بلدية تبربة عندها مشكل عقاري، ما تملكش بلدية تبربة، ما عندهاش أملاك باسم بلدية تبربة، تبربة مزات إلى يوم هاجر ما شلاتش حتى كان ما نطولش، أنا مانيش مدقق، أما لكن فما حاجة اللي أنا مازلت ما توصلت ليش، هو بيدو مقر البلدية ما فماش وثيقة تدل اللي كونه على ملك تبربة، مازال على ملك الدولة. احنا باش من جهتنا احنا كجبهة شعبية باش نضربوا على أملاك الدولة المتواجدة في تبربة ونحسموها لصالح البلدية باش نبعثوا عليها فيها مشاريع. بالنسبة لإعادة مراجعة العقود، هي عقود تخضع إلى قانون إلى فصول والقانون يأخذ مجراه. بالنسبة لاسترجاع الديون المتخلدة لدى المواطنين يكون بالجدولة وبالتوعية، نوعيو المواطن اللي مساهمته هذه في أداء واجبه الضرائبي وإلى غير ذلك، معناتها هو شكل من أشكال المواطنة والقيام بالواجب.
وندعو الناس إلى المشاركة الفعلية في جدولة الديون. والله ما ماشي معناتها العقود القانونية قلت لك تخضع إلى فصول معينة قابلة للتنفيذ. احنا سنصرف على تنفيذ القانون هذا. يعطيك الصحة سي وليد، شكرا على المداخلة. تو نمروا بعدها يمشكوا فما سيل الجمهور، مش عطيك ثلاث دقائق ان شاء الله تنجموا اذا كان حبيتوا تزيدوا حاجة. تفضل سي فتحي. بالنسبة لنا احنا كقائمة الاتحاد المدني للرؤوف في يخص المحور ذي، هو اول حاجة بتطلعوا على الملفات اللي يخص البلدية والديون نتاعها ومراجعة كل ما هو ملف مادي يرجع للبلدية، وذلك بإدماج الأراضي الراجعة للمعتمدية تبوربا ككل، وجعلها فعالة في النسيج الاقتصادي مع إحداث سوق جملة يكون ذا فاعلية وجدوى، مع مراجعة وكيفية الدخل بالنسبة لما هو كما المسبح البلدي واللي ذا فاعليه وجدوى وينتج من فلوس، كما المنتزع نتاع ميانا، كما احياء فهمني لرجعة شو اسمه المهرجان الصيفي في تبوروا واللي دخلنا فلوس، كما عقود الكراء مراجعتها، كما عقود التسويق والاسواق مراجعه العقود نتاعها، وذلك حتى ان تكون الموارد الماليه ذات جدوى، ومراجعة العقارات الراجعة بالنظر البلدية في كامل معتمدية تبوربا، مش في بلدية تبوربا بالذات، في كامل معتمدية ومراجعتها وتصحيح وثيقها وتكون لها ما يفيد كي يقع استغلال جيد وذات مردودية، مع هناك إيجاد المنطقة الصناعية التي ستوفر معنا مداخيل إضافية للبلدية مع توفير مواطن الشغل وإضافة مداخيل أخرى لبلدية تبوربا، ومعنا تسهيل كل ما هو مهم في هذه المنطقة، وذلك معنا استغلال استرجاع ديون أملاك البلدية ما حكينا فيه ومراجعة العقود. يعطيك الصحة، شكرا لك سي فتحي. توا في المحور الرابع نكمله مع سي أسامة، تفضل. هو بالنسبة للموضوع هذا موضوع دقيق شوي، يعني وقت نحبوا نحكيه على الموضوع هذا يلزمنا قبل كل شيء. ثم أمين سأل قال ما هي الآليات والإجراءات لحل هذا المشكل. من بين الآليات هو عندك مثلا ملكيات تابعة البلدية لكن ما هيش مسجلة في الملكية العقارية باسم بلدية تبوربا، احنا بنسعى من داخل المجلس البلدي مع بعضنا الناس كل أنه نفعلوا هذا. النقطة الثانية اللي هي اليمنى، في الناس كل نعرفوا بمجال الجماعات المحلية ثم ميزانية البلدية وتدعيم مواردها يكون بالشكل اللي باش نقوله لكم تويك، هو أنه باش نخدموا على تحسين الخدمات البلديه. ما تنجمش الطالب اليوم مواطن تقول له اجي خلص لي زبله وخروبه وهو كل يوم يحل باب يقعد قدام داره حشاكم نسخ. دونك اليوم تحسين الخدمات هذه هي اللي باش تخلينا من بعد في علاقه ثقه مترابطه بالناس، في علاقه بالخدمه اللي باش نقدموها نطالبوا بتحسين اداءات. النقطه الثانيه هي المشاريع اللي نحب نخدموا عليها. ما بين المشاريع اللي نحب نخدموا عليها هي سوق جمله، وعندنا وثيقه رسميه مصحه من عند وزير اللي سوق الجمله في تبوربا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عن المنطقة الصناعية، تهيئة المنطقة الصناعية مازال كي صار ثم أبيل دوفر في علاقة بالأبي إي، نستناو حتى تهيئ المنطقة الصناعية وباش نسعاو من داخل المجلس البلدي أن نجيبوا مستثمرين. اليوم المنطقة الصناعية تدخل لك ميزة بفلوس، اليوم عندك ولادة تبوربا يوليوا يخدموا وعندك البلدية تنتعش في علاقة بالفلوس. النقطة الثالثة واللي هي مهمة زادة، تهيئة المسبح البلدي المرشي ومركز عصري تجاري، وهذايا اللي نحبوا نخدموا عليه لانه هو مشروع ابداء مع البنك العربي للتنميه. نحن في نفس الوقت نحبوا نخدموا على المشاريع هذه باش تكمل، لانها باش تنظم لنا العمل داخل البلد داخل البلديه، باش تحيي الدوره الاقتصاديه في تبوربا، تخلي البلاد منتعشه، ما ترقدش الناس قبل 8 نتاع الليل، ديما ثم حركيه. البلاد نتاعنا هذه اللي نحبوها واللي تربينا على خاطرها باش نقعدوا ديما نحبوها، نحبوا مواردها اللي نحبوا نجيبوها من خلال المشاريع هذه تكون مشاريع. يعطيك الصحه. باهي كملت مع مساج حب للبلاد بطبيعه. يعطيكم الصحه.
وشكرا على الالتزام بالوقت بالنسبه للمترشحين الكل، وشكرا على الرقي في الحوار. هذه مهمه ياسر ياسر، هذه المرحله الاولى ومتاسفين شويه على ضغط الوقت على خاطر هذيك هي القواعد نتاع اللي تفهمنا عليها في الاول. توا بعد ما فات المرحله الاولى عندنا بعض السؤالات، اربع سؤالات بالضبط معناها طرحوهم الجمهور اللي يتفرج فيكم توا. ثلاث دقائق. السؤال الاول، اذا كانت نجموا تاخذوا السؤالات وبعد تنجموا تجاوبوا تحوصلوا معناها بالنسبه لكم انت. السؤال الاول هو اشنية الحلول لتنميه الانشطه الثقافيه والرياضيه في المنطقه؟ نعاود، اشنية الحلول اللي باش تنمي الانشطه الثقافيه والرياضيه في المنطقه؟ مهم السؤال هذا على خاطر ما تطرحش بصفه مباشره في المحاور نتاعنا. شنو الحلول الانشطه الثقافيه والرياضيه؟ السؤال الثاني من جميع الصفحه، شنية المشاريع اللي تنجم تحل ازمه الفيضانات في المنطقه؟ حل ازمه الفيضانات في تبربة، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والرابع، السؤال الثالث، البلديه ستكون هجينه، ستكون هجينه اي ستكون فيها مكونات مختلفه، هل سنرى مجلس بلدي مصغر، يعني صوره مصغره لمجلس النواب بتكتلات، وكيف تنفذون كيف ستنفذون حين ذاك هذه الوعود وما هي الضمانات؟ هذا سؤال معقد شوي. البلديه باش تكون منوعه، كيفاش باش تفاهموا في وسط بعضكم؟ هذه هي الفكره تصور. كالعاده السؤال الاخير، اعطونا تسقيف زمني للبرامج بتاعكم، اي سقف زمني لبرامجكم حسب 5 سنوات الجايين. الاكتظاظ بين قوسين، الاكتظاظ، تحرير الارصفه، العنايه بالمناطق الخضراء، والتشجير. اعطونا تسقيف زمني اي سقف زمني للبرامج بتاعكم حسب 5 سنوات، الاكتظاظ، تحرير الأرصفة، والعناية بالمناطق الخضراء، والتشجير. نصور يحكي على شنية الأولويات بالضبط. خذيتوا الأسئلة الناس كل. الرابعة، يحبوا سقف زمني للبرامج متاعكم حسب 5 سنوات، ذكروا بالذات الاكتظاظ، تحرير الأرصفة، والعناية بالمناطق الخضراء، والتشجير. معناها شنو اللي باش يكون في المدى القريب، شنو باش يكون في المدى المتوسط، المدى البعيد الى اخره. نتصور بالنسبه للاجابات كيف نجم نعمل قرعه، نتصور يكون افضل. خذ راحتكم شويه حتى دقيقه باش تفكروا شويه، اذا كان تكونوا متفقين تحبوا نمشوا بطريقه يعني كل كلمه ما قلقكمش. سي أسامة من بكري يتكلم في الآخر. مثال بالنسبة للقرعة، اتفقوا كنا مترشحين نجمي. أنا من طبعا نجاوب راه ما نقطة اللي جانتنا رومارك اللي عملية القرعة غير نزيهة. لا ميسالش ناخذوا بعين الاعتبار، ميسالش نجربوا نذكروا اللي ممثل ليزي وممثل عتيد هما اللي قاموا بالقرعه. لا لا، هو اكثر من هكا، المترشحين تبارك الله يعني اعطوه مستوى نتاع كان هم حتى القرعه ماهوش مستحقينها، ما عندهمش مشكله بالنسبه للترتيب. ناخذوا بعين الاعتبار هذا ما الناس اللي موجودين لهنا. محمد صالح، المترشحين في حداتهم متفاهمين، رضي الخصوم الحكام تنجموا ترتاحوا معناتها. باه، باش نبدا مع سي اسامه، تفضل عندك 3 دقائق. السؤال اللي شد انتباهي الاولاني واللي نجم به نجاوب على بقيه الاسئله هو انه المجلس البلدي هذايا هل باش يكون على شكله مجلس النواب وتجاذبات وكذا. انا تعهد مني كرئيس قائمه حركه الشعب والمجموعه اللي معايا انه الكاسكيت نتاع حركه الشعب باش تتنحى وقت ندخل المجلس البلدي. اولويات تبربة هي قبل اولويات الاحزاب، هذه النقطة الأولانية اللي باش نحسموا بها كل النقاط اللي على الأقل احنا في حركة الشعب ملتزمين بها. النقطة الثانية،
بالنسبة للتسقيف الزمني، نحن في التسقيف الزمني قلنا أنه في 100 يوم الأولى باش نتعهدوا النظافة، وهذايا باش يكون معناها بالنسبة لنا تحدي كبير، لأنه البلاد يلزمها تنظف في 100 يوم، ما يبقى حتى شيء موجود على قارعة الطريق. بالنسبة للنقطة الثانية واللي في حدود سنة باش تلقاو ثم بلايك نتاع وقوف وتوقف، باش تلقاو باركينغ، باش تلقاو إن شاء الله وهذايا بجهد من المجلس البلدي الكل اللي سابو وهكاكا تتنظم الحركة المرورية في علاقة بالبلاد. في سقف نتاع عامين ثلاثة سنين باش تلقاو الخدمة بلوتو باش تمشي كما مشينا لي معناها الاختناق في العين وقت تبدا تمشي في الكياس تاع الاكتظاظ، نحبوا نمشيو في ترفيه الناس ونحيو الاكتظاظ في العقل والاختناق في العقل، وهذاك علاش الخدمة على الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية باش تتطور. البلانيفيكاسيون تاعنا في علاقة بما هو رياضي، نحن اليوم في تبربة عندنا أربع جمعيات من أقوى ما عندنا في 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 على الاقل في ولايه منوبه. وقت نلقاو عندنا كره اليد بتبرب، كره اليد العراق، كره اليد اللي تلعب على طلوع اسناء وان شاء الله تطلع. وقت نلقاو الفوت والفوت اللي طلعت للديفيزيون 3، ونلقاو في نفس الوقت عندنا البينج بونغ اللي تجيب لنا في دي ميداي من برا من خارج تونس، ونلقاو عندنا جمعيه مازالت كي تكونت جديده اسناء وهي بيدها تلعب على معنا لعبت على طلوع وشرفتنا ونورتنا في محافل على مستوى وطني. اليوم الخدمه باش تكون انه الكشاف الجمعيات هذاما يكون ثم قطب رياضي، ثم تولي ثم اون كوميتي يتم الاجتماع بها كل مره في البلديه باش نحدوا اولويات ونحدوا رؤانا في المستقبل، باش الجمعيات هذيا ما عادش نلقاوهم في الديفيزيون انفيريور، وين نلقاوهم ان شاء الله في الناسيونال ا والناسيونال بي. وهذه هي الفلسفه، الفلسفه اللي بنيو بها البنيه الكامله، المدينه اللي فيها الرياضي والناس اللي تخدم على التنميه والناس اللي تخدم على البيئه يخدموا يد واحده لمصلحه تبربه، اللي مصلحه تبربه وقت نخدموها وقت نحيوا لي كاسكات نتاع الاحزاب السياسيه ونخدموا اولويه تبربه واهالي تبربه باش يعطيو فينا الثقه نهار 6 مايو. شكرا. يعطيك الصحة سي أسامة، شكرا. توا نمروا سي فتحي، تفضل. بالنسبة لنا احنا وأنا كرئيس قائمة الاتحاد المدني، بالنسبة لي أنا نهار إذا توجدت في البلدية تنتفي بالنسبة لنا كقائمة ككل التسمية هذه نتاع الاتحاد المدني، نصبحوا كل معناها نمثلوا تبربة، تبربة لا غير تبربة، ما عندنا فرق لا بين هذا ولا من هذا. بالنسبة للتسقيف الزمني، احنا عندنا حاجتين. هذوما ذو أولوية وخصوصية. أولا السنة ذي اللي توجدوا فيها لوني اللي أنا يلزمني نكون معناها اقتراحاتي هو نظافة تبربة وإيجاد المنطقة الصناعية قصد الحد من البطالة، الحد من البطالة، الشغل ولا شيء غير شغل. بالنسبة للحلول بالنسبة للأنشطة الرياضية والثقافية، احنا مش نعمل بقدرة الله مع الأخيان اللي توجدوا في البلديه باش نقربوا الرياضه من المواطن، او ما ننساوش احنا اللي تبربه شاسعه جغرافيا وثما ناس ما تقدرش باش تجي تبربه باش تلعب في الجمعيات الرياضيه، باش نشوفوا حلول مع الوزارات ولا المعنيه كيفاش نجموا نوجدوا طرق او جمعيات قريبه من المواطن في تخيله وفي لانصارين وفي الشويقي، ولو انا الشويقي فيها جمعيه صغيره ان شاء الله نحاولوا ندعموها ونقدموا لها اللازم لان قاعد قدمنا في نتائج ممتازه وممتازه جدا. بالنسبه لمدينه تبربه الرياضه في تبربه معنا عندنا جمعيه عريقه وتستاهل كل خير، والسنه قدمت معناها بالاخيان الموجودين فيها والرئيس الجمعيه مشكور جدا سي مراد اللي خدم خدمه جباره ورجع جمعيه تبربه الاشعاع نتاعها، والسنه صعد للقسم الثالث وان شاء الله العام الجاي تصعد للقسم الثاني وبعد نلقاوها في القسم الوطني اللي نحن نتمنوه من سنين. وكانت عندنا جمعيه معناها ممتازه جدا وقدمت معناها مستوى طيب. بالنسبه لكره اليد في تبربه جمعيه كيف كيف عريقه وعملت نتائج ممتازه وصلنا معناها فرحتنا في برشا برشا ازمنه، ونحاولوا باش مع الاخيان اذا كانت وجدنا ونحاولوا نقدموا لها الدعم اللازم ونحاولوا نسعدوا بها ونحاولوا معناها تكون في مراتب مشرفه ومراتب خير من اللي هي موجوده فيها توا، واللي على خاطر هي معناها قدمت لنا حتى ملاعبيه ممتازين. بالنسبه للحل ازمه الفيضانات ومشاريعنا بحل ازمه الفيضانات، معناها هو نحن مش كلنا المشكل في تبربه هو واد مجرده،
وهذا قدرة الله بتضافر الجهود حاولوا كيفاش نقصوا من المشاكل نتاعه المزرعة وذلك بوجود حل مع الأخوين المهندسين ومع اللي ينجموا يكونوا موجودين في البلدية كيفاش نحدوا من هذا الآفة هذه ومزرعة ولو أنه هو معناه في الوقت الحالي قاعد تجرى فيه أشغال باش ينقصوا منه وبالنسبة لل معناه ايش تقولوا أنتم شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة باش كون عندك ثلاث دقائق في الأخر باش تجاوب تفضل سي كثير بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبلدية المتنوعة والمختلفة أنا نضم صوتي لخويا أسامة ونحن مطربين عند نفس الأستاذ قالوا الكاسكيت نتاع الأحزاب السياسية وعد منا نحن اللي باش تتنحى وعندنا هدف مشترك هو مصلحة البلاد وانا عندي ماجستير في الحضارة وحوار الثقافات وقوة لاحد التنوع انه كيفاش يولي معناها التنوع والاختلاف قوة مقترحات وكيف ندير هذا الاختلاف بشكل ايجابي هذا تهنئة وهذه ثقافة وهذه ممارسة وهذه اشياء لابد ان نتدربوا عليها ولابد ان نزرعوها حتى في الاطفال متاعنا نحن باش نعتنيوا باذن الله للروضات البلدية باش نغرسوا فيهم هل ثقافة العمل التشاركي وثقافة المواطنة وثقافة العمل التطوعي لابد أن نرجعوا نوادي الأطفال نادي الأطفال اللي كان سي رضوان بالدرويش موجود في تبربة لهنا وعطاه وخرج رجال لابد أن نعاودوا نحيوه ولابد أن ننشروا مثل هذه المراكز حتى في المناطق الداخلية كذلك منطقة الحبيبية أنا كنت مثلا في الكشافة لمدة 11 سنة وكنا نخيمه في الدخيلة لابد أن تكون مركز للتخيم للكشافة واستثمار المنطقة هذه لابد أن تكون كذلك منطقة الأنصارين لأنه نوظفوها ونستغلوها للمناطق الكشفية تكون مقر مثل كيما الحبيبية منطقة هذه فلا لابد أن ندعموا العمل الجمعياتي منظمات كشافة مصايف انا كنت من مؤسسي مضايف الشباب اللي توا اتنحات ما عادش موجوده لابد اعاده احيائها وعشت في المصايف وعشت في الكشافه انه مشكلتهم مشكله التمويل لابد ان ندعمهم ولكن الدعم لابد ان يكون حسب المنتوج نتاعهم حسب النشاط اللي يقوموا به وحسب مدى تاطير الشباب في هذه المنطقه الجمعيات تبربه جي اس تي عندها تاريخ عريق لعب فيها عمي لعب فيها خالي لعبت فيها هنا خرجوا مثل الناس رياض بعد خرجوا رياض نبيل بوهالي صبري البوهالي عمار السويح اللي كان رانا للفريق الوطني ناس شرفت البلاد لابد جي اس تي انه نعطيها حظها باش ترجع للصفوف الاماميه وين كان تلعب مع بنعروس وكان تلعب مع عده معنا فرق في وطلعت حتى للناسيونال كذلك الهوند هي فريق عريق لابد أن ندعموه وأنه هو شباب معناه مواعد بإذن الله العام الجاي ينتصر مين يفوت كذلك اللي شرفونا وعرفوا بالبلاد بتبربة في وسائل الإعلام لابد أن ندعموه كذلك النشاط الرياضات الفردية ونهتم كذلك بالمعاقين بذوي الاحتياجات الخصوصية يكون عندهم دور معنا شكرا. في هذا المجال شكرا يعطيك الصحة سي كثير شكرا سي وليد سي هشام نبدو مع سي هشام تفضل شكرا اولا نجي للمسبه اللي احنا اللي دزنا باش نعملوا قائمه مستقله هو ايماننا ان العمل البلدي هو ليس عمل حزبي بل هو عمل مواطنه هو عمل للمواطن للولاد البلاد للتربيه كلها بالشيء من هذاك علاش انه ما نظنش انه احنا كقائمه مستقله باش ندخلوا في متاهات في المسبه دي انا الشيء هذا نتاكد منه انه مع الولاد كلها اي انسان طلع هو انه باش نخدموا مع بعضنا الناس كلها هذاك هذا لا عندنا حزب لا عندنا برامج سياسيه والواحد البرنامج تاعنا هو البرنامج عمل البلدي باش نحسنوا من حياتنا باش نحسنوا من مستوانا مستوى المعيشه ثاني حاجه في حل ازمه الفيضانات انا شيء اللي ناكد المواطن تبربه هو انه بقدره ربي من هنا فساعد مع شويه فيضانات تقريبا خاطر وزاره الفلاحه بتمويل ياباني قامت بتنظيف و إساعة المواد مجردة وعلّوا بما فيه يكفي أنه بقدرة ربي إلا إذا ربي عبد جاته فين هذيك حاجة أخرى من نجم نعمل حتى شيء
في مجال الأنشطة الثقافية والرياضية احنا في برنامجنا كما تروا تنجموا تشوفوا انه هو دعم الجمعيات سواء المدنية الرياضية والثقافية بأول حاجة بعث دار للجمعيات اللي تنجم الجمعيات كلها تكون موجودة فيهم وكذلك دعم معنوي ومادي لكل الأنشطة الثقافية والرياضية والجمعيات الرياضية اللي كما تو كما نسمع يقولوا جماعة الفوت واحد 6 مليون ايش يعملوا للجمعية الرياضية في مستوى شبيبة بربو حاجة احنا باش نعملوا انه نزيدوا سقف الدعم المالي نزيدوا قوي فيه وكذلك الدعم المعنوي لهذه الجمعيات وكذلك باش نحاولوا ارجاع مهرجان الزيتونة ومهرجان الصيفي لمدينة بربة اللي يوما ما كان عنده سيت كبير ياسر وكثير جماعة يعرفوا اللي كان قبل المهرجان الصيفي متاع بربة مهرجان ممتاز يجيوا فيها فنانين ممتازين من أنحاء العالم العربي والعالم فيما يخص التسقيف الزمني كما قلت لكم احنا اول حاجة تهمنا واول حاجة اللي نخموا فيها هي اعادة الثقة المواطن ثقة المواطن هي ثقة غالية وإذا من إذا ما وصلنا لازمنا نوصل أول مرحلة ذيك لازم نعملوها هي إعادة ثقة المواطن إذا ما نجحناش في هذه راه ما نجحناش في البرامج الأخرى برنامج هو برنامج قصير متوسط وطويل المدى إن شاء الله باش نحاول أول حاجة هي نظافة المدينة اللي كما نقول هي تبرز مدى إرجاع ثقة المواطن والثاني حاجة العمل على توفير التشغيل لكل الشباب التبربي اللي باش نعملوا عليه بالكدا شكرا يعطيك الصحة سي هشام توا نكملوا مع سي وليد تفضل باهي باش نبدا من الاول كونه احنا راهو الكاسكيته نتاع اللون السياسي هذاك متفقين عليه من اول ما بدينا في الحمله كونه في العمل البلدي ماهيش محطه سياسيه هذه نمنوا بها احنا في الجبهه الشعبيه وانا والاخيان الكل اتفقنا على كونه العمل السياسي خارج البلدي البلديه ماناش باش ندخلوا فيها الشؤون السياسيه بالنسبه للمجلس البلدي صوره مصغره لمجلس النواب لا رانا معناش قانون ماناش باش نعملوا دستور ماناش باش نبعثوا قوانين احنا باش نعملوا مشاريع صحيح نختلفوا صحيح ربما السقف الزمني يتوالى شويه احنا والاراده واحنا فهمني فيما يخص الثقافه شنو هي الحلول لتنميه الانشطه الثقافيه والرياضيه احنا في الجبل الشعبيه في برنامجنا عملنا على تشجيع الباعثين الشبان على بعث الفضاءات الثقافيه بالجهه إعادة الاعتبار كما قال خويا هشام المهرجان الصيفي لتنشيط الحياة الثقافية في الجهة إعادة الاعتبار للمهرجان آخر نسيناه احنا صغار مهرجان الألبان كان فما مهرجان اسمه الألبان ومهرجان الزيتون هذو ما فماش لا المهرجان الصيفي لا الألبان لا الزيتون احنا نخدمه ان شاء الله مع الخيان في وسط المجلس البلدي على إعادة الاعتبار لهذه المهرجانات ما معناتها ترجع بالفائدة للتنشيط الثقافي في الجهة بالنسبة للمهرجانات أخرى المعالم الأثرية هذه نقطة مهمة عندنا معالم أثرية اليوم اندثرت اليوم في لنصارين عندنا الكثير من الأماكن الأثرية ويني ما فماش لوحات فسيفسية في الأرض برشا حاجات احنا في الجبل الشعبيه في برنامجنا كان اعاده تاهيل وبعث مش بعث تاهيل هذه المعالم الاثريه والعنايه بها عندنا حاجه اخرى زاد كذلك فيما يخص الكنيسيه اللي كانت المكتبه العموميه اليوم احنا في الجبل الشعبيه في برنامجنا كونه نسعى إلى بعث هذا المعلم التاريخي إلى متحف أثري فيما يخص الجمعيات الرياضية كما قال خونا هشام احنا في الجبهة الشعبية زاد عنا برنامج اللي هو رفع في مساهمة البلدية للجمعيات الرياضية السقف الزمني رو ما نجموش نتحدث فيه احنا معناش تاريخ مع العمل البلدي هذا جديد
ونجم نوعدوكم ان شاء الله في اقرب وقت معناتها نقوموا بهذه التحرير الارصفه والمناطق الخضراء. حاجه بالله خارجه عن المحاور. بالنسبه لسي بن صالح راهو حكى على ميزانيه 2016، اما 2017 تبربه ماهيش مديون، رايت تبربه ما فات مديون. يعطيك الصحه سي وليد، شكرا. توصلنا اخر مرحله من الحوار هذايا، واللي هي باش تكون باش نمروا بسرعه على المترشحين، كل واحد باش ياخذ الكلمه ثلاث دقائق اخيره باش تختموا بها. شنو تحبوا تكملوا؟ شنو هي نقطه مثلا ما كملتوهاش تحبوا تزيد تفسروها اكثر؟ شنو ميساج تحبوا توصلوه لاهل تبربه بصفه عامه؟ ثلاث دقائق. لكن قبل ما نمروا الحكايه هذه نحب نعمل تعليق صغير برشا، اللي هو نحييهم خاصه اللي سالوا السؤالات هذه، خاطر السؤالات بالحق تعبر على وعي دون سونس، اللي تعبر على الناس حبت تسال على حاجات اخرى ممكن ما تطرقت لهاش، في نفس الوقت تسال على حاجات عمليه تاع الفيضانات، كيفاش باش نشوفوا البيئه نتاعنا نحبوا نشوفوها نظيفه، واللي يبين الهم نتاع المواطن اللي هو مهتم بالمساله هذه، واللي هو حاس اللي فما بوتنسيال. انا اول مره نجي لتبربه شخصيا، لكن بالحق تحس اللي فما بوتنسيال معناها نتاع طبيعه ونتاع اللي هو كي نجم يكون خير برشا برشا، والطموح هذا بالحق طموح محمود بالنسبه لاهل تبربه، وعندهم الحق انهم يطمحوا للمخير بالنسبه لمنطقتهم. المساله الثانيه اللي هي في نفس الوقت زاد مهتمين بالانشطه الثقافيه والرياضيه، تغذيه روحهم واجسادهم، والانشطه هذه هي تزرع زاد كيف كيف ثقافه النجاح في الاكيبات سبورتيف ولا الانشطه الثقافيه، وهذه حاجه مهمه برشا برشا وتنمو بالانسان معناها بصفه عامه، هذه مساله مهمه برشا. وفي نفس الوقت فما وعي بمساله كونه نحبوا المساله هذه تمشي بطريقه منظمه، نحبوكمش تكونوا تتعاركوا غدوه في وسط المجلس البلدي، نحبوكم كل ايد واحده، على خاطر بالحق على المستوى البلدي الحاجه الباهيه اللي هي العقيده ممكن مش باش تكون ايديولوجيه، مي باش تكون اكثر مصلحه تبربه، واللي هي الاجتماع عليها والمسائل اللي باش يكون عليها اجتماع تكون اكثر بياسر من الحاجات اللي يمكن تفرق ما بينات المترشحين وان شاء الله اعضاء المجلس البلدي القادم. به توا نوصلوا لاخر مرحله، ثلاث دقائق لكل واحد، وكيف كيف اللي حاضر فيكم يحب يتكلم يتفضل. سي فتحي تفضل. شكرا. بالنسبه احنا كانت الاتحاد المدني، في الختام نحب نشكركم على الاستضافه، وخاصه سي محمد صالح الغربي وكل الاخوه، وشرف عظيم لي نكون موجود اليوم في وسطكم، ولولا ناس ضحات من أجل تونس وتعبت نكونوش احنا موجودين هنا. وبهذه المناسبة نحب نترحم على شهداء تونس من مواطنين مدنيين وأمنيين وعسكريين، وشكر خاص للأمنيين والعسكريين، ونحط تحت زوز أسطر العسكريين، لأني أنا من هذه المؤسسة العريقة، المؤسسة اللي أنجبت رجال ولها حب الوطن وغير على الوطن، وكوني أنا قمت بعدة مهمات خارج هذه الوطن، وأعتز أني تونسي وأني ولد تبربة، وأفتخر أني اليوم الثورة اللي صارت في تونس خلاتني لكون من يوم موجود في وسطكم، وخلاتني وجدت لي الفرصة باش نقدم نفسي كوني نقدم خدمة لأهل البلاد هذه اللي هي معناها حضنتنا وربتنا وقرتنا وقدمت لنا ما أعز ما تملك. واليوم يلزمنا نحن الشباب الموجود والأخيان الموجودين بحذية، ولو أني كون أنا أكبرهم، باش نرجعوا مكانة البلاد، وباش نخدموا هالبلاد هذه العزيزة الغالية اللي بالحق شي بكي نبكي أنا على تونس، لأن أنا الوحيد نحس بتونس، لأن أنا عمري 19 سنة كنت موجود في منطقة صعيبة برشا، منطقة صعيبة، واليوم اللي شفته أنا في البوليزاريو شفته اليوم في تونس، وهذا حاجة تحزنني وتبكيني. مش اليوم احنا جينا لهنا كونه مفخرة اليوم مترشح البلدية، أنا البلدية والله أنا قدمت لتونس برشا حاجات، زرت برشا دول ومشيت وخدمت وعرفت، وأنا عديت كان عمري فهمتني أتشي كابيني ثم أتشي البرة ثم مشيت ودرت والحمد لله. لكن اليوم الواجب يقضي معناها عليا باش نكون موجود فصل خيان، وان شاء الله نكونوا كلمه واحده، وان شاء الله نكونوا يد واحده، وان شاء الله نكونوا بالمفهوم ومنطق
المواطنة ومنطقة المواطنة التونسي ومنطقة التونسي ومنطقة عزة التونسي ورجولية التونسي واللي يحب البلاد العزيزة الغالية هذه اللي معناها اليوم حسوا فيها كون قاعدة تضيع قاعدة ماشية فهمني مخوش الهاوية ولكن إن شاء الله ربي يبقى على ستر وإن شاء الله تكون عندها رجال اللي رجعوها للمكان اللي هي تستحقها وإن شاء الله بوجود الشباب هذايا النير واللي ينحي شوية سامحوني في الكلمة الأنانية ويفكر في البلاد هذه لأنه ليه والولاد ولاد ولاده وتونس راهي عزيزة وغالية وتونس راهي عزيزة وغالية ونطلب من التوانسة يمشيوا نهار 6 ماي للانتخابات شكرا وبارك الله فيك يعطيك الصحة سي فتحي إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر شكون تو يحب ياخذ الكلمة تفضل سي وليد أنا وليد الأندلسي وليد ولد شنيبة أنا نحب نقول الكلمة هذه خاطر نعتز بها ياسر وكي نقول الأندلسي برشا ناس ما يعرفونيش الأندلسي لأن أنا كونيتي هي شنيبة أنا وليد ولد شنيبة اليوم أنا جيت باش نخدم البلاد هذه وباش نخدم أبناء البلاد هذه وما عنديش مزية وراني أنا بالحق خدمت أول الثورة في النيابة الخصوصية ومن بعد ما نحكيوش في الماضي خرجنا من النيابة الخصوصية أنا حلفت مش حلفت يعني بال 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 بالمعنى المجازي كوني ما عادش نرجع وما عادش نخدم في البلدية لأن تأخذي من وقتي تأخذي من 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 راحتي تأخذي من وقت أولادي لكن أصحابي في الجبهة الشعبية عودوا ووضعوا في الثقة وحطوني على رأس القائمة وبالدليل بالقوة قالوا لي يزمك ترجع وتخدم البلدية لأن البلدية اليوم منتخبة والبلدية هذه بلديتك وبلدية أولادك وأولاد أولادك يعني كي يقول أولادي أولاد أولادي يعني أولادنا أحنا الكل لو ما عنديش اليوم عقد العزم باش نخدم مع الناس الكل ما عنديش فرق مع حتى حد كما قلنا راهو اللون السياسي هذاك البرا في الجبهة الشعبية خذينا قرار كونه المحطة هذه ماهيش محطة سياسية باش نخدموا بدون مرجعيات بدون حتى شيء إن شاء الله الإخوة الكل يكونوا هكاك ونخدموا مع بعضنا وإذا توفرت الإرادة وتوفرت النية الصافية بالحق أنا نأكد على النية الصافية لأنه احنا في وقت ما كنا ماناش في نية صافية كانت مجموعة معانا لكن ماش في نية صافية من بعد انسلخت علينا وبعد كذا وصار مشاكل لا سبيل إليه باش نرجع للخماضة ذيك لأن توجعني ياسر أنا توجعني ياسر وأنا خدمت وماش مزية راه جريت وحبيت الناس كلها مع بعضنا ونجري وفك الفترة هذيك فترة معناتها فترة متاع ثورة مازالت الغليان مازالت الناس سخونة قلنا نجربوا الأكثر ما يمكن لكن ضرينا بعضنا نضربوا في بعضنا لا علينا في هذايا ما نحبش التاريخ هذاك يعاود ما نحبوش التاريخ هذاك يعاود التاريخ أول الثورة إيش جبنا لتبرب ما جبنا شيء 7 سنين ما صارش حاجة في تبرب أبو خلاف منطقة متاع حرس متاع حرس هاي مازالت ما حلتش اليوم ما فهم حتى شيء يحكيوا على منطقة صناعية أنا كنت معرضة للمنطقة الصناعية الكبير علاش لأنه كنت أنا نضرب على المنطقة الصناعية القديمة اللي هي من عام 1979 قالوا لي راي معرضة للفيضانات وقت اللي تبعثت هي ما تعرفوهاش معرضة للفيضانات وبرا حتى معرضة للفيضانات تو في الدول الكبار ما عادش مشكل الفيضانات نجموا نحميوها المنطقة الصناعية القديمة ناس غاديك موجودين شنو نعملوا لهم طردوهم اليوم نحميه المنطقة الصناعية القديمة ونخرجوها تخدم واللي موجود الغادي يا أما يخدم يا أما يسلم الأرض للبلدي هذا قرار راح يا أما تخدم يا لا أخلي المكان هذو ما دافعين فلوس وعد بيع واليوم البلدية ما صلحت لهمش الوضعية العقارية متاعها يعطيك الصحة سي وليد شكون تو يحب ياخذ الكلمة سي كثير تفضل ديما رقم 3 وديما نذكر برقم 3 اللي هو رقم حركة النهضة نحن ولادة تبربة ولادة تبربة وتبربة عندها دين علينا وجاء الوقت باش نرجعوا هالدين هذا تبربة اللي تأسست في 18 مارس 1890 وكانت مهمشة طيلة هالسنوات ولكن يا تبربية ارفعوا روسكم عندكم ثقة في رجالكم انتم تهميش هذا كانت عقوبة لكم لأنكم رفضتوا ونضلتوا من أجل الحرية هذه ضريبة الحرية وارجعوا للتاريخ تعرفوا الضريبة هذه نحن كيما دافعنا على الحرية وقدمت تبربة شهداء محمد علي النفزي سليمة إجماعي قدمت أكرم بن صالح شهيد الوطن
قدمت شهيد العمل قيمة العمل اللي نحبوا نرجعوه واللي مشى يناضل من أجل رزق أولاده ونكرموه إن شاء الله ربي يتقبلهم معنا برحمته، هو خالد تينسا اللي نحن رغم اللوعة متاعنا ولكن نفتخروا به، اللي هو باش يرجع قيمة العمل لدى الشباب هذايا. فهمتي تبربة اللي نحن لابد مدينين لها، لابد أنه بعد ما ضحينا من أجل الحرية لابد أنه نتكاتف اليد في اليد معادة بناء تبربة. تبربة عن تحتاج إلى عملية، ولكن هذه العملية عندها نزيف، لابد أنه في البداية أن نوقفها النزيف هذا باش نقوموا بالعملية الجراحية اللي نكدموا الجراحات ونحاولوا أن ننظروا للمستقبل بعين متفائلة، بعين مثال عندكم ثقة في رجالكم، عندكم ثقة في بعض، اليد في اليد وغدوة بربة خير. لابد أن نبدل الثقافة متاعنا، نغيروا عقليتنا، تبدل السلوك متاعك يا مواطن وعاون بلديتك وتحمل المسؤولية متاعك. المسؤولية متاعك تبدأ نهار 6 ماي، لابد أنك تحس بأنك مواطن، أنك مواطن مشارك، أنك مواطن شريك في صنع القرار متاعك. هذه فرصة ما تفلتهاش، أنك ابني سياسة تشاركية، راقب المسؤولين، أضغط على المسؤولين، غير من العقلية متاعك، اليد في اليد نغيروا بلادنا، نحسنوا من بلادنا، نحسنوا من مستقبل صغارنا وأولادنا. لابد أنه نتفائلوا وكل الأمل لتبربة، وبإذن الله تبربة خير واليد في اليد مع بعضنا. ونشكر كافة القائمات اللي كانت عندهم الجرأة والكفاءة والقدرة على أنهم يترشحوا للبلدية ويتحملوا المسؤولية. البلدية هذه صراع على المسؤوليات، ما هي صراع على الكراسي، ما هي صراع معناها على المناصب، وإنما لابد أن تحملوا مسؤولية، وهذه أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزن وندامة إلا من أدها بأمانة. وإن شاء الله نحن نكون مؤتمنين على مستقبل صغارنا، مستقبل بلادنا. شكرا. يعطيك الصحة سي كنتي. توا نمروا سي أسامة تفضل. أكيد نحن الشباب، نحن الشباب اللي تربى وشاف تبربة نكبروا معاها من جمعية الهوند وهزينا البطولة وهزينا الفيكتوار. نحن ولاد تبربة، نحن اللي نمرونا اثنين، نحن اللي نحبوا نبدلوا، وذاك علاش قلنا معانا نحن، معانا نحن تبربة تحبها نحبوها تبدل اللوك، معانا نحن تبربة نحبوها تحيا. علاش تحيا؟ لأن وقت اللي نشوفوا قتمتها وإحنا مروحين في الليل، نخرجوا ليل ونروحوا ليل، نخدموا البرة، نخدموا في بلايس أخرى ونروحوا ليل، الدنيا ظلمة، نحن نحبوا نردوا تبربتنا ضاوية، نحن نحبوا نردوا تبربتنا نظيفة، نحن نحبوا نبدلوا الشيء اللي ما تبدلش 7 سنين. نحن ذاك علاش مع بعضنا، نحن مدين يدينا نحبوا نخدموا تبربة، نحبوا نبدلوا، نحبوا روح اللي تربينا عليها، روح اللي تربينا باش ديما نبدلوا، ديما نربحوا، وديما التغيير يكون بدين شبابها. اليوم الثورة قاموا بها الشباب، لكن نيجي نشوفوا الشباب وين. اليوم نحن نحبوا نرجعوا الثقة للشباب. اليوم الكتلة الصامتة في تبربة هي كتلة شباب، معدل أعمارهم من 18 إلى 45 عام. الناس هذية وقت توعى أن أولادهم، مستقبل أولادهم، ال5 سنين الجايين اللي من بعدهم يلزم يوعوا اللي راهو اليوم التغيير يلزم يكون بالشباب، باش تبني لولدك وباش تبني لولد ولدك وباش تبني كيما بابا وبوك والناس اللي تتفرج فينا الكل. راهو اليوم اذا كان ما نحطوش مخاخنا اللي تغيير راهو ينجم يكون بيدينا، راهو ان شاء الله مستقبلنا راهو باش يكون مش كيما ال7 سنين اللي تعداو. هذاك علاش النهار 6 ماي ان شاء الله الناس الكل مع بعضنا كما تربينا على الربح نمر 2 في الصندوق. شكرا. شكرا حاسي أسامة. توا نمروا يعطيك الصحة. لما كثرت الكلام زي سي هشام تفضل. شكرا. تبربة هي ذنيبة، تبربة هي مدينة، تبربة هي الأنصاريين قفاية الملاحة الشويقي قمريان. رانا احنا كما قلت لكم قبل إيماني هو أنه تبربة يخدموها كانت تبربية ما يخدمها حتى كان ولاد بلادها. انا عشرت قبل مجالس بلديه، عشرت قبل شاركت في رياضه، كنت مسؤول رياضي، كنت مسؤول سياسي، كنت مسؤول جمعياتي، وعشت وشفت المشاكل اللي صارت وشنو المشاكل اللي قاعدين عليهم. كما اقول انا مع اصحابي كلهم نسميهم اصحابي، ولاد بلادي، ولاد عائلتي، نفس عائله واحده، كنا تبربيه، لازم اليد في اليد، ما فما لا
نهضة، لا فما لا شعب، لا فما لا نداء تونس ولا اتحاد مدني، فما تبربة. لازمنا هذه الفكرة اللي نمشي بها الناس كلها، تبربة راهي تبربة ولا تبربية، وما يهزوها كان أولاد بلادها، وما يقوموا بها كان أولاد بلادها. ما يجيك حتى حد لا من ساقس ولا واحد يقول لك راني مش قوم البلاد كما قوموش بها احنا. انا امنيتي هي امنية انه تبربة ترجع عام 70 كما السبعينيات. انا عشرت كثير عشرهم برشا كبار في الجينيراسيون تاعنا عشرنا كل الوقت هذاك. ما تصوروش قداش تبربة كانت مزيانة، قداش جميلة. ما تصوروش قداش البطحة اكل الخصة الحلوة اللي كنا نقعدوا فيها نمشي واحنا صغار دات الخصة. ما تصوروش قداش الكنيسية البوسة القديمة الجامع. ما تصوروش الاماكن الممتازه. ما تصوروش نطلع مع بابا وعزيزي ساعات نطلعوا الجبل ولا نطلعوا السواني وكلها اكل ريحه المزيانه، ريحه الغله، ريحه القمح، ريحه الانواع الطبيعه، ريحه الطبيعه. ما تصوروش قداش هذه كلها مشيت على روحها. انا هذا كما قلت لكم لو ايماني اش كنت قاعد كنت شيخ على روحي انا ومرتي ولادي عمري 52 سنه. اش خلاني باش نرجع توا باش النشاط من جديد، نشاط البلديه اللي نقولوا ديما النشاط مدني ماهوش نشاط سياسي. خاطر شيء حزن تبربه اللي راهو توا، شيء بكي، شيء ما فاهم مترا ماشيه للحضيض والحضيض والحضيض. بلدان برشا اماكن مدن تقدمت وتحسنت وعندنا جيراننا وبحذانا كيفاش ولاو صلي على النبي، واحنا قعدنا كيكا راجعين تالي مش مقدمين. هذاك انه هذاك اللي خلاني نرجع للحياة البلدية وقدم قائمة مستقلة أنا وأصحابي اللي إن شاء الله نراو فيها الكثير من الخير والحسن النية أنا باش نقدموا بها. هذاك علاش نقول لكم يا ناس يا تبربية قوموا نهار 6 ماي امشوا انتخبوا، ما ينساش انتخبوا المفيد، قوموا بواجبكم الوطني، عبروا على وجودكم وخاصة الشباب اللي ريت فيه مش العزوف مريت فيه والله صدقوني شيء حزنك. الشباب كيفاش ولا في ماش عنده حتى مستقبل، ماش يرى المستقبل بالباهي. هذاك علاش نقول لكم انتخبوا 6 2 3 مرحبا، لازمنا كلها مجموعه بكذا اما مسالش انتخبوا رقم 6. يعطيك الصحه. كان تسمحوا فما قبل ما نكملوا فما صار عطب فني في كلمه السيد وليد الاندلسي، باش نرجعوا دقيقتين سي وليد باش يعاود يتكلم مره اخرى على خاطر ما تمرتش في الفيد معنا في اللايف. تفضل سي وليد. لا ما هوش سابوتاج يعني. سماح 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 ولا ما عندنا حتى مشكل احنا ناخذوا بالخاطر. ما نعرفش انا منين باش نبدا خاطر انا كنت نتكلم وتقصت عليا الكلمه، ما نعرفش بالضبط وين قالوا الجروب. لا علينا في هذا، انا توا نخاطب الناس اللي في ديارهم، الناس اللي قدام القهوه، الناس اللي يتفرجوا في التلفزه، الناس اللي في السوق، الناس اللي في الكياس. الناس انتخبوا قائمه الجبهه الشعبيه قائمه رقم 5 5 و5. القائمة الجبهة الشعبية إذا اخترتوا قائمة الجبهة الشعبية باش نكونوا متواجدين ونكونوا متواجدين ومتوازنين. يا ناس ما نحبكمش تخليوا المجلس هذايا مجلس البلدي، ما تخليوش واحد طالع فوق ياسر وواحد هابط اللوتا ياسر. نحبوا على التوازن، نحبوا الناس تنتخبنا، نحبوا أبناء شعبنا تنتخبنا باش تجربنا. احنا ما في الجبهة الشعبية ما حكمناش ما سيرناش البلاد. اليوم من خلال السلطة المحلية من خلال الانتخابات البلدية اليوم جربوا الجبهة الشعبية وجربوا أبناء الجبهة الشعبية بالاشتراك مع القائمات الأخرين اللي معانا باش نحطوا اليد في اليد ونخدموا. وحاجة نحب نقولها فيما يخص تبربة، تبربة راه حالها ما يبكيش، إنما تبربة راه مفعول بها. تبربة صار عليها ما نعرفش حاجة كبيرة باش خليتها تبربة هك. تبربة الأصل، تبربة التاريخ، تبربة كل منشآتها كل مؤسساتها بتاريخ أحداثها تشهد على تبربة. تبربة خذت حقها أيام التقسيم العثماني، تبربة خذت حقها أيام الاستعمار، تبربة بكل صراحة ما خذتش حقها بعد الاستقلال. تبربة اللي هي أقدم من برشا بلدان، تصبح بلدان أخرين ولايات وتصبح 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 وتبربة تبقى التالي. علاش؟ لأنه تبربة تعدت بمراحل، كانت فيها الشق يوسفي، كان فيها الشق الماتري محمود الماتري، كان فيها برشا فهمني ديما تبربة فيها الألوان ياسر السياسية، وكانت ياسر معارضين في تبربة ولليوم موجود المعارضين وموجود الحزب الحاكم. ونطلبوا من الناس الكل كونها تنتخب الجبهة الشعبية رقم 5. يعطيك الصحة. شكرا سي وليد، يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة المشاركين الكل.
على المستوى في الحوار وعلى الافكار نتاعكم اللي قدمتوها، وان شاء الله الناس شافت بوضوح شنية التوصيات نتاعكم وشنو انتم تحبوا تقدموا للبلاد هذه، وهذه حاجه باهيه برشا كونهم يشوفوا معنا مترشحين. بالحق يعني استغربت معنا كون الجو نتاع الدفء ونتاع الصداقه ما بين المترشحين، وهذه حاجه هايله برشا وماهيش سهله باش نشوفوها في المشهد نتاعنا. معنا هذه حاجه ممكن ما تعودناش عليها برشا، اما ان شاء الله باذن الله منو كان تعود عليها، خاطر الاساس يلزم ديما يكون الاحترام، وخاصه اللي الهدف والرؤيه في الاخر هي واحده، هي مصلحه المنطقه الجميله هذه. نحب نزيد نوضح في الختام اللي مهم برشا برشا، مازالت عندكم مسؤوليه انكم تمشوا نهار 6 ماي وتنتخبوا، وبعد 6 ماي ما وفتش المهمه يكون فما متابعه ومحاسبه. جماعه لهنا حكوا برشا حكايات والكل مسجل بالفيديو، نجموا بعد تطلبوه. وين الحكايه هذه اللي حكيت عليها؟ دونك كان عندهم التزام اخلاقي في المسائل هذه، وهذه مهم برشا برشا، ويزكم تتبعوهم بعد. الحاجه الاخرين مهمه برشا برشا زادك في كيف يلزمني ناكد عليها، شكر الموصول بطبيعة المؤسسة الياسمين للبحث والتواصل بالاشتراك مع منظمة أو جمعية أجداد متاع طبربة اللي قاموا بمجهود كبير برشا باش نظموا اللقاء هذايا، واللي هو إن شاء الله يكون معنا مبادرة اللي هي تتعمم وتكون موجودة في برشا مناطق أخرين وفي برشا إن شاء الله حالات أخرى متاع انتخاب وفي مراحل قادمة إن شاء الله. نشكركم الحضور الكريم، الناس كل يعطيكم الصحة على حضوركم وبركة الله فيكم.